بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه المره دي مش هنطلع من الاستوديو، المره دي هنطلع من مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا احسن مكان ممكن نطلع فيه مع حضراتكم. حضراتكم طبعا تابعتوا معانا الفتره اللي فاتت كل الصفقات اللي تمت في الالعاب الاخرى، سواء كره اليد رجال، ايضا كره السله سيدات ورجال، الكره الطائره. الحقيقه النادي الاهلي ضم صفقات كبيره ومن العيار الثقيل عشان نوصل لمنصات التتويج ان شاء الله بكل اريحيه. ابتدينا بكره اليد طبعا، لان كره اليد زي ما قلت لحضراتكم عندنا حدث مهم في يناير، كاس العالم، اذا هي اللعبه الاساسيه معانا ومكمله حبه، وهي فرضت نفسها طبعا بالنتائج بتاعتها خلال الفتره اللي فاتت. في البدايه برحب بالكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد واللي انضم حديثا الى الجهاز. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن ياسر، ازي حضرتك؟ منور شاشه قناه النادي الاهلي. منوره بحضرتك والساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي العظيم. يعني غيبه طويله شويه يا كابتن ولا ايه؟ يعني شويه بس، يعني غيبه عن المناصب، بس عمر ما الواحد غاب عن النادي الاهلي. ما فيش حد يكون لعب في النادي وتربى فيه بيقدر يبعد عنه. ما الواحد ما كانش فيه منصب يمكن الفترات اللي فاتت، انما الواحد بيتابع طبعا عشق النادي الاهلي جوانا كلنا. يعني اكيد يا كابتن، يمكن حضرتك لعبت ناشئين ولعبت درجة أولى يعني كم سنة ناشئين يا كابتن؟ سنتين. أنا لعبت يعني سنتين في النادي الأهلي ناشئين وثلاث سنين، وقعدت بعد كده خمس سنوات في الفريق الأول. يمكن بعد كده لعبت في نادي المعادي لمدة سنتين، جيت دربت تاني في النادي الأهلي لمدة سنتين، فبعد كده مسكت مدير إداري منتخب مصر للشباب في 93 اللي كان ليه شرف الحصول على بطولة كأس العالم، بطولة لن تنسى في تاريخ كرة اليد المصرية. نتمنى مع كأس العالم السنة دي إن شاء الله تعاد بقى ويبقى للرجال إن شاء الله مصر تفوز. خلاص احنا طالما إن شاء الله استضفنا حضرتك يا كابتن أكيد هناخد كأس العالم. إن شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله. حضرتك إضافة يا كابتن وإضافة قوية للجهاز، ويمكن يعني حضرتك عشقك للنادي الأهلي لم ينتهي. يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا قد إيه حضرتك كنت متابع كل أخبار النادي الأهلي ومتابع الدنيا فيه ازاي. خلينا نبتدي يا كابتن بالصفقات. يمكن النادي الاهلي ضم خمس صفقات جديده لفريق الاول لكره اليد، صفقات من العيار الثقيل، يمكن اخرهم كان اسامه الجزيري اللاعب التونسي الدولي اللي اتى او انضم للنادي الاهلي من الترجي. شايف الصفقات دي ازاي يا كابتن، واضافه ازاي للفريق؟ والله يمكن الكابتن طارق المحروس حدد الاماكن واللعيبه اللي هو محتاجهم، وعرض الموضوع على مجلس الاداره، ومجلس الاداره مشكورا دعم الفريق وتعاقد مع العناصر اللي محتاجها الفريق. وانا شايف ان الحمد لله سواء جزء منهم كان من اولاد النادي الاهلي وكانوا بيلعبوا بره، كل رجعوا زي ما حضرتك قلت، برضو اللعيبه اتنين مصريين برضو من بره، رجع اسامه الجزيري، اضافات كبيره مع نجوم الفرقه اللي موجودين حاليا. الفرقه برضو فيها نجوم منتخب مصر لكره اليد، ان شاء الله هم مجموعه وتوليفه معاهم مع عناصر الشباب، ان شاء الله باذن الله يكونوا على قد طموحات مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي العظيم، ان احنا نرجع السنه دي البطولات للنادي الاهلي. الجميع شغال يعني مش عايز اقول لحضرتك 24 ساعه في ال 24 ساعه في الاستعداد للموسم، فان شاء الله يكون لنا موسم ان شاء الله. يمكن كمان الصفقات كانت مركزه اكتر على الخط الخلفي، يمكن عندنا صفقتين اسامه وعمر تقريبا باك ليفت، عندك في وينج ليفت، عندك باك رايت، يعني يمكن مع طبعا مع اسلام حسن وبقيه اللاعبين، يمكن الخط الخلفي ما شاء الله يعني اللي تقدر تبني عليه الفرقه. احنا دلوقتي بقينا افضل من قبل كده يا كابتن. الحمد لله، طبعا هي اضافات مع العناصر اللي طالعه من الشباب، كمان كابتن طارق مطلع كذا عنصر من الشباب، موجود حراسه مرمى متميزه ما شاء الله. يعني ان شاء الله الفريق كل مستعد وكل تعاهد ان احنا السنه دي ان شاء الله نرجع البطولات للنادي الاهلي تاني. طب كابتن ان شاء الله الدوري 2 اكتوبر اول مباراه لينا. النهارده كان في مباراه وديه انا الحقيقه شفتها، تمام، كانت مع حدائق الاهرام تقريبا، وكان امبارح برضو في مباراه وديه مع نادي الزهور. شايف الاستعداد ازاي للدوري يا كابتن؟ والله الاستعداد انت عارف حاجه، كان في جزء اللعيبه الدوليه كانوا في معسكر بره في الغردقه استعدادا لكاس العالم، كان في المعسكر ماشي هنا برضو اعداد المجموعه اللي ما كانش ليها الحظ انها تروح المنتخب. انا شايف ان عوده الاثنين مع بعض، المجموعتين مع بعض، بتحسش في فرق، الولاد كلهم على اعلى مستوى بدني، الكل جاهز. كابتن طارق نجح مع الفرقه الموجوده، يمكن عملوا حوالي 10 ماتشات وديه،
فالحمد لله المجموعه كلها جاهزه. يمكن كابتن طارق كان ضيفنا وقال انا حريص ان انا بدنيا وفنيا لما الولاد يرجعوا من المنتخب ما يبقاش في فرق من الاثنين. بالظبط. وحضرتك بتقوله ده يعني كان متخطط له يعني طبعا مع الجهاز، وحضرتك اكيد كنت يعني فرد من الجهاز وخططت لده ان اللي يجي ما يبقاش في فرق. ويمكن اسامه كانت الدنيا بس في قلق عليه شويه لان موضوع صبعه كان مع الترجي، يمكن قعد شارك هو مع الترجي طمنا عليه، ولكن شفت انا النهارده في المباراه ما شاء الله بيلعب بكل قوه، طمنا برده على اسامه. اسامه الحمد لله ما فيش صبعه، كان صباعه بس حصل له يعني زي جزع كده فخرج نزل في الاول، خرج بعد كده قدر يتعالج، الفرقه احتاجته نزل في اخر المباراه قدر يعلي سكور الفرقه، انما يعني ما كانش له نصيب، هم خسروا يعني بفرق جون. فان شاء الله اسامه يعوض البطوله اللي ضاعت منه مع النادي الاهلي ان شاء الله. وخلي بالك كابتن احنا يعني هو جه من السفر امبارح، النهارده شايفينه مع الفرقه، وكابتن طارق محروس اداله في الماتش لعبه يعني يمكن فتره مش قليله. فيعني احنا شايفين حماس، يعني ممكن حد يجي يقول لك انا تعبان شويه من السفر بتاع، لا لانه ما شاء الله يعني داخل بكل قوه. يعني بيتهيألي برضو انه لعب في تونس، اسلام حسن لعب في تونس مع يعني لعبوا مع بعض ولعبوا قصاد بعض في المنتخب، فيمكن ده مدي لاسامه حته انه حاسس انه في بيته. يعني تعرف حاجه دي اخلاق النادي الاهلي وسياسه النادي الاهلي كلنا، لا ما فيش لعيب بيجي النادي اللي يحس انه غريب. صحيح. يمكن حضرتك شفت النهارده اسامه شايفه بيشتغل تكتيك وبيقول الاولاد نعمل خطه واحد وخطه اثنين، الولاد احتضنوه، يعني اللعيبه تحسش ان هو لعيب لسه نازل اول مره. فالحمد لله انسجام تام، دي روح النادي الاهلي والروح اللي موجوده في الفريق ما شاء الله، هم كلهم الولاد على النهارده كمان اطمنا على ممدوح طه كمان يا كابتن، يعني شفناه النهارده شارك والحمد لله يعني بيلعب بكل قوه واحتكاكات واقف على رجله ما شاء الله، بالتالي ممدوح اضافه كمان لانه كان سافت مصاب. طبعا يعني الحمد لله الولاد زي ما بقول لحضرتك كلهم الكل حماس والكل متشوق، فربنا يسهل ان شاء الله، هم وعدونا والفرقه كلها ملمومه ان شاء الله يكون. طب كابتن تدرج المباريات في الدوري دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني هل القرعه او المباريات ماشيه معانا بشكل جيد؟ يمكن اول مباراه مع المعادي تقريبا، تدرج المباريات او قوتها ده يعني في مصلحتنا ولا انت شايف حضرتك ان احنا محتاجين نعلي الحمل يعني مع الجهاز الفني؟ حضرتك بتتكلم في الموضوع ده اكيد. لا طبعا هي ماشيه في مصلحتنا، انت عارف الدوري السنه دي مجموعتين، هنطلع اربع فرق بعد كده، فانا شايف ان هو التدرج ده هيبقى مفيد، الولاد برضه هيلعبوا ماتشات كثيره مع بعض، عشان ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا باذن الله في نوفمبر، متخطط لها تبقى في نوفمبر. هتتلعب يا كابتن ولا ايه الاخبار؟ ما هو ان شاء الله واقف عليها قرار كمان استئناف الدوري السنه اللي فاتت باذن الله استكماله قصدي. حضرتك عندك انباء من الاتحاد الافريقي هتتلعب ولا لا؟ والله في يعني ان شاء الله هتتلعب في نوفمبر، يمكن الميعاد لسه ما اتحددش بالظبط امتى، اليوم او كده، انها هتتعمل في مصر وهتبقى استعداد لكاس العالم، فباذن الله هتتلعب ويبقى لينا نصيب يا رب ان شاء الله. كابتن النادي الاهلي النادي الاهلي بطوله كبيره باذن الله، النادي الاهلي وحشها بطوله افريقيا، يعني احنا كره اليد حضرتك بقت اللعبه الشعبيه الثانيه شيء ام ابينا، وفرضت نفسها بنتائجها اكيد، ومش بنتائجها بس والتزاماتهم وتمثيل مصر المشاركه، فبطوله افريقيا النادي الاهلي دي حاجه مهمه جدا. وخلي بال حضرتك القرار ده هيترتب عليه الاتحاد المصري كره اليد برئاسه المهندس هشام نصر، هيقرر اذا كان هيستأنف الجولتين اللي فاضلين في الموسم اللي فات ولا لا. لا ان شاء الله هيستكمله، والاتحاد مخطط ان احنا يعني بعد بطوله افريقيا يتلعب الجولتين اللي فاضلين في الدوري، الدورتين هيتلعبوا، وده يمكن نظام اتعمل في اوروبا، ان اوروبا حاليا لعبوا الدوري الجديد وبعد كده يستكمل المباريات المتبقيه من السنه الماضيه، فهو في تخطيط ان هم هيتلعبوا ان شاء الله مع بطوله افريقيا، هيبقى افضل اعداد للولاد وفي الانديه، وان شاء الله ربنا يوفق حلمنا كلنا منتخب مصر ان شاء أكيد الله. طب يا كابتن حضرتك الناحيه البدنيه مهمه جدا برضو، يعني دلوقتي احنا في طبعا دكتور حسام العناني او كابتن حسام العناني مع الفريق في بدايه الاعداد، يمكن كابتن طارق محروس اصر يبقى معاه طبعا مخطط احمال واعداد بدني، شايف الفتره الجايه يعني هيبقى الاعداد البدني ازاي؟ هل هنكتفي بالاعداد قبل كده ونثبت بعد كده الاداء البدني، ولا في التوقفات ممكن يبقى في شغل تاني بدني؟ يعني اكيد على حسب الجدول والتوقفات دي، كل مدرب بيحط الخطه بتاعته يعني امتى بالحمل ينزل امتى، فكل الجدول يمكن محطوط لحد بطوله افريقيا معد تماما، ويمكن الولاد كابتن طارق انا شايف في اول تجميع قدام البرنامج كله بكل الايام هيعملوا ايه، ويعني الولاد يعني كابتن طارق قاعد مع اللاعبين قدام الخطه لحد بطوله افريقيا بالماتشات بايه اللي هيتعمل يوم بيوم، والولاد رجعوها وان شاء الله. يعني يمكن كابتن طارق في لعيبه منهم يعني او من الفريق
الاول كانت موجوده من مع كابتن طارق في كاس العالم اللي فات، وايضا ولاده يعني في ناس طبعا. اصلا هو اللي مطلعهم وهو اللي لعبهم يمكن في بدايه حياتهم بالزبط. فبتهيألي ما فيش غربه بينهم وبين كابتن طارق ابدا. لا لا، هو كل الولاد يعني كابتن طارق يعني من ابناء اللعبه وعمره ما لعب ودرب في النادي وموجود على طول، ف سواء للي دربهم او بقيه المجموعه كلهم هو على درايه بكل صغيره وكبيره منهم، وكل واحد ناقصه ايه وعايز ايه طب كابتن خليني برضو اسال حضرتك سؤال شويه، يعني ايه يعني احب انا اخش كده في الحياه دي. حضرتك اكيد احنا لينا منافسين في مصر طبعا، اكيد نادي الزمالك هو المنافس التقليدي طبعا، وهو يعني دايما معانا في الفاينل في كل ماتشات. افريقيا نفس الكلام، يعني فرق شمال افريقيا دلوقتي بقت على مستوى قوي جدا، يمكن افريقيا الفرق بعيده. شايف احنا مع المنافسين ايه؟ يعني شايف احنا اكيد طبعا انت وانت بتعد فرقتك عينك على المنافس، لان انت بتبقى شايف صفقاته لعبته الجديده، يعني شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني احنا عايزين نرجع تاني لمنصات التتويج زي ما كنا، شايف ده ان شاء الله ماشي في الاتجاه الصح ولا ازاي؟ والله هو ماشي في الاتجاه الصح طبعا. فريق الزمالك فريق محترم، الفروقات بتبقى بسيطة، بيفرق كل سنة، انت عارف ماتشاتنا مع الزمالك بتبقى جون جونين، ما فيش حاجة بتعلى كده، انما هي بتفرق فروقات صغيرة. الفروقات الصغيرة دي احنا الحمد لله عالجناها، متهيألي يعني حطينا تحت عينينا، وان شاء الله الولاد يتغلبوا عليها، وباذن الله بروح الفرقه كلها اللي انا شايفها دي باذن الله املنا كبير ان احنا كابتن انا يعني بيعجبني الكابتن طارق محروس حاجه. كابتن طارق محروس في ميزتين كويسين قوي، كنترولر كويس جدا، بيسيطر على اللعيبه يعني بشكل كل حب طبعا واخوه اكيد وكل ده. طبعا، وفي نفس الوقت ناحيه حماسيه رهيبه اكيد، وانا عارف ان حضرتك كده كمان، يعني حضرتك هادي قدام الكاميرا وبتاع، بس حضرتك يعني حماسك عالي جدا اكيد طبعا. طيب يعني شايف ان الناحيه دي ممكن تعوض حتى لو في فروقات بينه وبين، يعني احنا كنا زمان بنشتكي ممكن يقول لك الروح مش عاليه بتاع، لا بتهيألي الموضوع ده السنه دي مش هيبقى موجود ان شاء الله. روح الفانيلا الحمراء موجوده جوه قلب كل واحد في الفرقه ان شاء الله، جهاز واداريين وعلى مستوى جميع الفرق حتى الشباب والناشئين. الحمد لله احنا ضاف السنه دي برضو الدكتور فوزي فطالي كمدير لقطاع الناشئين والنشئات، ومحطوط خطط تدريبيه على اعلى مستوى، منسقين مع كابتن تصعيد اللاعبين في الحاجات دي برضو بالظبط، تنسيق واعداد النشئ، وباذن الله يكون في دور كبير لقطاع الناشئين انه يطلع عناصر مميزه الفترات الجايه يعني بطريقه علميه يعني. طب يا كابتن في حاله مشاركتنا لبطوله افريقيا ان شاء الله، يعني تبقى في شهر نوفمبر، احنا بنتكلم خلاص يعني ممكن 40 يوم تبقى البطوله تقام، هل في خطه ان احنا نعمل معسكر خارجي ولا عشان كورونا صعب، ولا انتوا بتفكروا ازاي؟ يعني مفيش وقت كمان، يعني انت عارف تلاحم المباريات، فيعني الدوره المجمعه دي باذن الله تبقى كافيه ان احنا يبقى اعداد للفرقه يعني. وبتهيألي يا كابتن مش احنا بس، يعني حتى كل الفرق اللي برضه يعني مش في مصر بس، فرق شمال افريقيا بتهيألي ما عندهمش وقت نفس الكلام. يعني ده لسه الدوري في تونس والكاس خلصانين من ايام عاد يعني هم خلصوا كملوا في تونس والدول شمال افريقيا المباريات المتبقيه من السنه اللي فاتت، في راحه اسبوعين وهيبتدوا الدوري الجديد، يعني تقريبا شبهنا احنا بادئين، وبعد كده هنكمل الاسبوعين اللي باقيين. يمكن احنا اتاخرنا شويه عشان اعداد المنتخب، والمنتخب ياخد 45 يوم المنتخب بالظبط يعني 45 يوم بس. هو كان كابتن زي ما قلنا كابتن طارق محروس كان حريص ان حتى ما يبقاش في فرق. طب كابتن لعيبه راجع من المنتخب كان في حمل تدريب عالي جدا، وكان في 9 لاعبين على ما اتذكر مع المنتخب، هل حد رجع مثلا بيشتكي من الاصابات البسيطه؟ عارف حضرتك الاصابات الثقيله، شد مش عارف جزع، عندنا حاجه من الحاجات دي؟ الحمد لله كله جاي كويس على اعلى مستوى، ومتشوقين يلعبوا مع زمايلهم، دخلوا لعبوا في المباريات يعني شغل برضو المباريات واللعب، انت عارف كل المعسكر بيبقى غير المباريات اللي قدام، مباريات اللعيب دايما بيتشوق انه يلعب المباريات، فانا شايف اللعيبه جايين عندهم شوق. انا خدت بالي النهارده يا كابتن كله عايز يلعب وكله يعني عايز يشارك يعني النهارده كانت بالحقيقه انا قعدت، الماتش كان حلو يعني، الماتش كان حلو وكان في تاكتكس وكان اللعيبه كلها شاركت، فيعني حضرتك بتقوله ده اكيد يعني احنا كنا شايفينه ان شاء الله. اللي بوت حضرتك المستوى السنه دي هيبقى احلى يا رب ان شاء الله، ودعوات حضرتك والجماهير باذن الله ان احنا نوفق السنه دي، واحنا في ظهركم يا كابتن وفي ظهر الفريق، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على لقائك ده، ونتمنى ان شاء الله نتقابل باذن الله مع البطولات ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ياسر رامي رئيس الجهاز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين هنستقبل ضيوفنا، استنوا معانا كتير طبعا، معانا ضيوف وصفقات جديده، انتظروا كابتن اسلام حسن كابتن الفريق، واسامه الجزيري اللاعب المحترف المنضم حديثا لصفوف الفريق.
اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم حلقتنا الاستثنائيه اللي بنطلع بيها من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبرحب بضيوفي الكابتن اسلام حسن كابتن الفريق وايضا احد نجوم هذا الجيل. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك يا كابتن هيثم، اهلا بحضرتك، منور شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا ينورك، ربنا يخليك اسلام. وطبعا برحب طبعا ضيفنا الوافد الجديد المنضم للنادي الاهلي الكابتن اسامه الجزيره، اللاعب التونسي طبعا المحترف بصفوف النادي الاهلي واللي وصل امبارح ولعب اول مباراه النهارده مع النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. الله يخليك، اهلا بيك، شكرا على الاستضافه. منور مصر، وقول ايه يعني، مش هنقول برشا بقى، نقول منور مصر كتير بقى، خلاص انسى تونس. الله يخليك. تبتدي مع كابتن اسلام، يعني كابتن انت راجع من المنتخب، انا شايف طبعا وشك الاجهاد، يعني مش عايز اقول، يعني شايف المعسكر ده، يعني انت راجع منه جاهز، شايف هل كان وقته مهم، فايدك انت على لاعب على مستوى الشخص كاعداد للنادي ولا لا؟ بص طبعا انت كده كده انت في المنتخب بتاخد خبرات جديده وزياده، انت الفتره دي كمان بالنسبه للعيبه الدوليه مهمه جدا، انت داخل على فتره صعبه قوي، فتره كاس عالم وان هو في مصر، فالضغوطات عليك صحيح. عاليه، فاكيد المستوى بيعلى، وطبعا اكيد هو مقصر ان الانسجام هيبقى ما بين الفرقه هنا محتاج وقت كمان شويه، لكن كمستوى اللعيبه طبعا المستوى بيعلى طبعا يعني. صحيح. وانا شفت النهارده كان مباراه اللي هي تلعبوا مع حدائق الاهرام، وكان في مباراه وديه امبارح، يمكن كابتن طارق مكثف الماتشات الوديه عشان النقطه اللي بتقول عليها دي. بالظبط كده، هو عاوز الانسجام يحصل بدري، طبعا مش هيحصل على طول، لكن بدانا فعلا النهارده احسن من امبارح، فكل يوم ان شاء الله هيبقى الموضوع ان شاء الله تبقى احسن واحسن بعد كل مباراه ان شاء الله. اسامه تعبتنا، اسامه اسامه جاي، لا مش جاي، اسامه جاي، يعني قول لي يعني المفاوضات خدت يعني راحت وجات كتير، ابتدت ازاي وايه اللي حصل؟ المشكله المفاوضات بدات مع التاجي، وانا باقي لي موسم مع التاجي، مانيش حر، ما انتش حر، فاضل سنه، لازم التاجي الكلمه الاولى والاخيره للتاجي. طبعا وفي الصيف احنا وقتها كان رئيس النادي مسافر معناتها بيصيف، معناتها الاهلي تبعث ايميل، تبعث تطلب حاجه من التاجي، الرد نتاعها بيطول ياخد وقت. طبعا بس في الاخر الامور مشات سهله وكانت متفاهمين احنا من بس الأول. يمكن يا كابتن خلي بالك رغبتك ان انت تيجي النادي الاهلي دي حسمت برضو امور كتير. يعني الكلام ده صح ولا انا غلطان؟ كيف رغبتك يعني انت كان عندك رغبه ان انت تنضم للنادي الاهلي، يمكن دي برضو سهلت علينا الدنيا شويه. اي صح، مسؤولين التجاجي تكلموا معايا سالوني عندك رغبه ولا، قلت لهم عندي رغبه كبيره، نادي الاهلي فريق كبير، اي لاعب يتمنى يلعب فيه، طموحات جديده، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ان شاء الله. كابتن يمكن الترجي والاهلي بينهم من بعض كتير. لقيت يعني مشكله مع جمهور الترجي من الاول، اول مفاوضات، فما في برشا معناتها جماهير من الترجي بعثوا لي رساليات، ليه ماشي، ليه اقعد في الترجي. يمكن الكره، ما هو جمهور الكره هو جمهور اليد اكيد، بس خلي بالك شوف احنا في طبعا يعني في دايما منافسه ومناوشات، بس هتلاقي في الاخر تونس ومصر تحس ان الجمهور واحد، تحس ان الدنيا بيننا وبين بعض ما نزعلش من بعض ابدا. مفيش تعصب. صحيح، مفيش تعصب. يعني في مناوشات زي الرياضه بس مفيش تعصب. يعني ده لمسناه. طب خليني اقول لك ان انت برضو انت جاي يعني النادي الاهلي، واكيد عارف ان الاهلي ما بيقبلش في المركز الثاني، جاهز لده يا اسامه؟ يعني جاهز ان انت ان شاء الله تقدر طبعا يعني فريق الاهلي معناتها فريق كبير في افريقيا ويلعب على المراكز الاولى على البطولات الكل، لازم يتوج بها، حاضرين للتحدي هذا وواعيين ان شاء الله. وانا شفتك النهارده في الماتش مركز جامد، ويعني ما يعني يعني شايفك طول الماتش مكشر ومركز، ويعني ما شاء الله عليك يعني، بس كنت ضحكت اهو. الله يخليك. ان شاء الله تبقى موسم كويس وتعمل موسم يعني ان شاء الله يبقى فيه بطولات كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. كابتن اسلام يمكن ارجع لك لبقى، انتوا لعبتوا قصاد بعض في تونس صح كده؟ كان هو في الترجي تقريبا وانت كنت في الافريقي. لما بدات المفاوضات اكيد كان ليك دور، ما هو انت لعبت وشفت اللعيبه ودخلت وسطهم، فمع بدايه المفاوضات كان رايك ايه؟ بص هو يعني مجرد ما اتقال لي اسم بصراحه انا يعني انا من الناس اللي فرحت جدا، فاكيد انا اتكلمت معاه، وهو على فكره هو فعلا رغبته هي حسمت الموضوع بشكل كبير، رغم من اول يوم انا حسيت ان هو نفسه يلعب معانا زي ما احنا نفسنا ان هو كان يبقى موجود معانا، اضافه كبيره لاي مكان. من ساعه ما كنا بنلعب ضد بعض وانا شايف ان فعلا في مستوى مختلف خالص، يعني هو مستواه عالي حتى عن اللعيبه التوانسه كتير،
كنا بنعمل حسابه كتير في الماتشات، فحاجه اضافه لينا، حاجه ان شاء الله تبقى فتح خير علينا وعليه. يمكن انا شفتك النهارده في الماتش يا كابتن، وعلى فكره وانت يعني واحنا بنتكلم اكيد هننزل لقطات من الماتش برضو يمكن او صور، كنت انت يعني حريص مع اسامه لما نزل يبقى في توجيه في كلام، يعني حسيت في ديالوج بينكم وبين بعض. بص اسامه كان عشان اول يوم جه امبارح فملحقش ان هو طبعا يحضر التكتيك معانا، فانا يعني لما لعبت معاهم انا عارف كام حاجه في تونس يعني كام تكتيك اسامي تكتيك، فكنت بحاول ان انا اسهل له الموضوع اكتر. حتى ما اتكلمت كابتن طارق اتكلم معايا قبل الماتش قال لي انت اللي هتلعب مع اسامه علشان يبقى الموضوع يعني مش غربه ما يحسش بغربه بالنسبه له، ان يعني الموضوع هيبقى في الملعب اسهل شويه. بصراحه هو ما خدش وقت يعني، انا مجرد ما بقول له حاجه هو يعني يعني ما لقيناهاش بقى لنا كتير. هو ما شاء الله يعني انا بقول لك انا راجل مش بتاع يد واحد، شفت الديالوج اللي بينكم وبعض، هو لعيب مؤثر ان شاء الله هيبقى هيفيدنا كتير ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، ومعاك اكيد انا متاكد هيبقى ان شاء الله في حته ثانيه باذن الله. انت المايسترو، ما انت اللي هتشغل كل الدنيا حبيبي. ربنا يكرمك يا رب. اسامه خليني اقول لك، انت دخلت النادي الاهلي، شوفوا احنا بنصور دلوقتي من النادي الاهلي، قول لي شعورك ايه وانت جاي، انت جيت من المطار ودخلت النادي الاهلي، وقعت فوق هنا طبعا مع كابتن رؤوف عبد الهادي مدير شاطر الرياضي، النادي الاهلي زي ما كنت بتسمع عنه ولا انت جيت قبل كده وشفت؟ يعني قول لي على اللحظات دي. والله سامع عنه معناتها برشا حاجات احترافيه كبيره، لكن كي وصلت وعشت وشفت ودخلت ما تلقيت حاجه اخرى، معناتها حاجه اكبر من اللي سامع عنها. ظروف ممتازه جدا، معناتها كل شيء موجود، كل شيء متوفر، الناس الكل تساعدك. ان شاء الله نفرحوهم وان شاء الله اكيد ان شاء الله. وعايز اقول لك ان هو جمهور النادي الاهلي فرحان بيك قوي، واكيد انت شفت الرد الفعل على السوشيال ميديا. واكيد يعني ده اكيد رسائل وصلت لك يعني، وكان في وشفت لك صوره وانت في مطار قرطاج وانت جاي برده نزلت يعني. يعني كلمني برده على الديالوج اللي حصل بينك او الكيمياء اللي حصل بينك مع جمهور الاهلي قبل ما تيجي. اول ما بدات المفاوضات تزمعت، جاتني صدمه كبيره من الجمهور بتاع الاهلي، كل يوم فوق ال 100 رسالة معناتها ميساج مسج شفت كل يوم كل يوم حاجه باهيه هذه. وعادي جدا فريق كبير باش يكون عنده جمهور. عايز اقول لك ان اللاعب رقم واحد عندنا هنا هو جمهور النادي الاهلي. والله اللاعب رقم واحد، انت هتحس لو الجمهور في ظهرك هتحس، ويعرف كل حاجه على اليد على السله على كل حاجه كل حاجه. ده انا عايز اقول لك ان انت نزل كل السي في بتاعك على على الصفحات من قبل ما ولا ايه؟ صح يا كابتن؟ ايوه صح، كله حتى اللي ما يعرفوش. لا بيعملوا مجهود كبير جدا فعلا والله، بيعملوا صراحة مهتمين فعلا بالالعاب دي الفتره دي كبير جدا. انت مش ملاحظ كده؟ ملاحظ ان الالعاب دي حتى بقى بيتابع بشكل كبير الجمهور النادي الاهلي فعلا. بص هو بيقول لك اتبعت له كذا مسج، انا اتبعت لي مليون مسج عليه هو بس. صح، قلت لهم صح. والله يا ريت انا يعني نفسي. اكيد هم كلموك واكيد قالوا لك طب دخل طب اعمل، وانت هم اكيد. ما هو خلي بالك الجمهور النادي الاهلي عايز دايما النادي الاهلي احسن حاجه. وخليني اقول لك ان والله جمهور الاهلي يعني اصبح بيفهم، يمكن انا مش عايز اقول زي اللعيبه يعني، بس بقى تحس انه عايش معاك عشان قلبه على النادي. صحيح. قلبه حاسين ان هم نفسهم يكسبوا كل حاجه، فبيدخلوا جوه اللعبه كتير فبيفهموها فعلا. صحيح. انت في حاجات كتير بتتقال انا بحس كانهم هم لعبوا هاندبول قبل كده، في حاجه بحسها ان هم فعلا بيتعبوا فيها. طب اسلام هسالك سؤال يمكن سالته الكابتن ياسر، انا احب اخش كده دايركت على طول. انت شايف احنا السنه دي احسن ولا لا؟ احسن كتير. أحسن. بس يعني عاوز اقول لك انت فعلا كل سنه انت كنت يعني انت بقالك 3 سنين، انت اول سنه في الثلاث سنين دي اللي هو اتجمعنا كنا كلنا مسافرين واتجمعنا كسبت كل حاجه. تاني سنه انت كان 50-50 بينك وبين الزمالك، ثالث سنه انت ما كسبتش حاجه. صحيح. دي كانت يعتبر السنه الثانيه والثالثه بالنسبه للنادي الاهلي، دي كارثه وبالنسبه لنا كارثه. فانت عشان تقدر تقف على رجلك تاني محتاج ان انت تبني فريق من جديد. صحيح. وده اللي حصل. فاظن انت محتاج طبعا فتره ان انت تثبت للناس تاني ان انت واقف على ارض صلبه وان انت تقدر تكسب تاني. يعني انا شايف ان الموسم ده ان شاء الله يبقى فتح الخير علينا. صحيح. وانا برضو هسال اسامه نفس السؤال. اسامه انت يعني النهارده في الملعب يمكن اول ماتش ليك، وانا يعني برضو يعني تابعناه وكنا قاعدين بنتفرج، انت حاسس ان انت يعني فرقتك كامله الصفوف، حاسس حراسه المرمى بتاعتك، يعني كلمني احساسك، انت حاسس ان انت فعلا الفرقه تقدر تنافس على البطولات ولا لا؟ لا حاسس، مع تحسيس حسيت بالفرقه ممتازه، عندها امكانيات كبيره. شويه وقت نتاع انسجام نتاع تعود على اللعب مع بعض، وكل خاطر في برشا لعيبه كانوا في المنتخب،
فترة صغيرة إن شاء الله متاع تدريبات متاع نتكلم مع بعض في كرة اليد في الأمور الفنية إن شاء الله ولاداش يتحسن إن شاء الله من مباراة لمباراة إن شاء الله. كابتن أنت متابع علي معلول ولا لا؟ علي معلول معلول متابعه لما جيت للنادي الكل يحكيوا على معلول. طب ما قابلتوش انت لغايه دلوقتي؟ لا ما قابلتوش. هتقابله. طب انت كنت في تونس متابعه ولا لما جيت؟ يعني في تونس ما كناش هو خاطر كانت بيت في صفاقس وانا في العاصمه تقريبا. ما انا عايز اقول لك علي معلول معشوق الجماهير هنا حبيبنا. يعني علولو لسه بيقولك يعني بقولك يعني التوانسه هنا وامين روزيه لعيب الباسكت لعب معايا هنا وانا شرفت لعبت معاه طبعا وخدنا دوري. يعني اللعيبه التوانسه هنا في النادي الاهلي بالذات بيبقى ليهم يعني وضع صح يا كابتن. تحس ان هم منا يعني شكلنا شبهنا يعني بتهيالي حتى لو انت ما تعرفوش بيخشوا وسط الفرقه بسرعه صح. حقيقة لا ده حقيقه فعلا. يعني احنا بقالنا فترات احنا كل المحترفين اللي بتيجي توانسه لان احنا حاسين الموضوع احسن يعني بالنسبه لنا. ونتمنى يعني انت حتى تحس بده يعني ان شاء الله مع الوقت هتحس ان فعلا انت. انا عندي يومين تو ما حسيت عادي ما حسيتش بغربه كبيره ولا ظبطت اكلك وكده ولا لسه فتحت سيره الاكل طبعا لان هو اللعيب اول ما بيغير حياته اكبر مشكله هو الاكل. ما فيش اختلاف كبير. بتطبخ انت الاول؟ بتعرف تطبخ ولا لا؟ في حاجات خفيفه بتطبخها لحم مشوي رز. طب ناوي تعمل كده هنا ولا هتجيب كله من بره؟ لا لا في البيت. في البيت؟ لا في البيت. تحب تطبخ في البيت؟ في البيت. خلي بالك انت برضو في تونس كنت عايش وسط اهلك بتاع مش عارف. لا انا ما تمش مستانس حتى في تونس ناكل بره مش متعود في البيت خير. انما هنا الاكل انت حاسس ان مفيش مشكله. انت بتحب الاكل المصري؟ انا بموت في الاكل المصري خاصه شو اسمه ايه اكتر اكله بقى قول لي. الفول. الفول؟ لا ده احنا بص ملوك الفول يعني هتنبسط في تربص في الاردن. بتحبه؟ بتحبه. ايه تاني غير الفول؟ لا كاو فول ها؟ كليت كان فول. فول وطعمية محترف مش هكلفكم حاجة كابتن. يعني محترف بص بيقول لك انا الفول بحبه بص فطار غدا عشا فول بص لغاية ما تلاقي نفسك مش فاهم حاجة. يعني عايز اقول لك ان المحترفين لما بيجوا انت عارف بس فول ده انت كده ده انت لقطه يا كابتن. يعني الموضوع ممكن وعلى فكره برضو ما الطعميه اقول له داخل فيها فول برضو. لا هيكتشف هو الطعميه ما شنيه طعميه هتكتشفها تلاقيها هيجيبوا لك هيجيبها لك. استنى لا بص استنى مش هيسيبك بس مش عايزك فول كتير خلي بالك برضو عشان برضو ايه يعني لازم الغذاء برضو مهم من كل الانواع. طبعا يعني يعني هو بيقول بس اكله بتحبه. طب خلينا اسالك برضو سؤال يعني هل عندك وقت فاضي مثلا ممكن اسلام ياخدك تروحوا مثلا تسهروا في حته ممكن تروحوا مثلا الاهرامات عندك تخطيط لده ولا ما عندكش؟ لا عندي معناتها نحب نشوف الاهرامات خاطر حاجه معناتها عالميه السياح الكل يجي يشوفوها عادي ان شاء الله في يوم اجازه ولا حكايه. ده انت لو خدت اجازه اصلا صح ولا لا؟ لا الفتره هذه صعب في برشا مباريات وبطولات ما تسويش. لا بس ان شاء الله تاخد اجازه مش عايزك برضو اقفلك من الفرقه بدري ان شاء الله تاخدها. بس قول لي يا اسلام يعني هو كابتن طارق قعد معاكم يمكن كابتن ياسر قال لي انه قعد معاكم واداكم دي باي دي لغايه ان شاء الله لو شاركنا في افريقيا هيبقى الوضع ايه بالظبط. الكلام ده حصل وكان تعليقك ايه انت كابتن الفريق؟ بص هي كانت اول مره يعني بالنسبه لي بقى لها فتره ان كابتن طارق اداني في الاجتماع اللي فات كذا ورقه لغايه تقريبا اخر ماتش في الموسم يعني اداني فترات التمرين والراحه وكل حاجه فدي كانت بالنسبه لي جديده وحاجه مميزه ويعني وان شاء الله يعني هتفيدنا ان اللعيبه تبقى عارفه هي هتعمل ايه هتعمل ازاي وده بيفيد كتير لعيبه بصراحه. يعني هو تقريبا شارك الفريق في الاعداد دي احنا بنطالب بيها بقالنا كتير جدا في كل حته بصراحه. يمكن حسام نعرف كل حاجه. حسام العناني برضو بيساعد في الموضوع ده خلي بالك دكتور طبعا كابتن حسام العناني اللي هو الاعداد البدني فارق كتير جدا يعني فارق كمان مش بدني بس ان هو بدني احترافي اللي هو كل مشكله في جسم واحد هو فاهمها وبيحاول يعني يلعب عليها يلعب عليها ويحاول يعد اللعيب ده كويس بالظبط كده. اسامه يمكن برضو كان صباعك كان مجزوع لعبت في الترجي اخر 3 4 دقايق عملت طفره في الفرقه الحمد لله النهارده زي الفل تمام تلعب باريحيه كامله يعني كانت الناس قلقانه من الموضوع ده انت برضو يعني بدنيا الحمد لله سليم ما عندكش اي حاجه يعني موضوع اي اصابات اي حاجه الحمد لله لا حاضر بدنيا طبعا الجمهور بس انا عارف طبعا بس احنا بنحب نطمن الجمهور في نهائي الكاس في تونس ما صار لي خلع في في صباعي لا الحمد لله الطبيب بالوقت ما وده طبيعي في اليد اصلا عادي جدا لكل لعبه عنيفه انا النهارده يا كابتن شفت فاول اتعمل على اسامه انا قلت اسامه هيقوم
يكسر الصاله ده مش فاول طبيعي يعني، كان يمكن في اخر الماتش او قبل اخر الماتش. لعبه عنيفه برضو يا كابتن، يعني انتوا بتلعبوا لعبه يعني ممكن تتصاب من وانت مش عايز يعني ولا ايه ولا رايك؟ احنا متعودين على كده يعني، هي اللعبه انت فعلا احنا بنحس ان احنا لو ما ضربناش مش هنعرف نلعب يوم سيبه. والله فعلا في لعيبه يعني في فرق بتلعبها بتحس ان هي سلبيه او ما فيهاش في الاحتكاك ما تعرفش تلعب معاهم. لازم عمق واحتكاك. احنا حاسين بنحس بكده ان انت بتحس بنفسك. اصاباتكم يعني انت الكتف السنه. انا عارف انا بقالي سنه تقريبا قاعد في البيت فهي اصابات بس بتاعت ربنا. انت بتلعب ما هو خلي بالك انت لو يعني حسيت ان انت عاوز تخلي بالك على نفسك مش هتعرف تلعب وهتتصاب. فهي الفكره في اللعبه دي الاندفاع البدني كبير فيها فده طبيعي. صحيح. يعني بص بتقول على اسامه الخبطه دي خبطه جامده يعني هو بالنسبه له كانت عادي يكسر الصاله يعني بالنسبه له عادي عارف لو هو فعلا مش عادي انت كنت ممكن تحس فعلا بنرفزه لكن هي دي ده اسلوب الهاندبول. صحيح يعني. صحيح. بس قول لي يا اسامه يعني انا برضو اتفرجت عليك حسيت ان هو ويمكن اسلام ياكد كلامي حسيت انت يعني من اكتر اللعيبه اللي شفتهم بيشغل دماغه يعني مش يعني ما انتش يعني لا بحس ان في يعني لمسات ذهنيه او كده بتاع هاندبول يا كابتن هيثم. صح كده انت بتاع هاندبول شفت بقى يعني بتاع صح خلاص يا كابتن انا هبطل بقى خلاص لا بامانه يعني حسيت منه لمسه واتنين بيبان يا كابتن ده راجل بيشغل دماغه في الملعب. صح يا كابتن انا غلطان؟ ايه في بعض الاوقات لازم الدماغ تشتغل في بعض الاوقات لازم لا حد قال لك الكلام ده قبل كده يعني؟ لا قال لي قال لك الكلام ده يعني أنا يعني متكون خاطر في جمعية الحمامات قبل التقاقي كنت في الحمامات وأنا اللعب الكل على الأمور الفنية على تشغيل الدماغ على يعني أنا بقول لك أنا حسيت ده في الملعب وحسيت ده بشغل مخ كويس قوي ما شاء الله. واللعيبة من النوايا دي إسلام تبقى صعب إن أنت تلعب الهندبول الحديثة ما فيش حاجة اسمها صانع ألعاب صريح. صح. اللعيب اللي يفيدك فعلا اللي هو بيبدا كمان الهجمات هو سما من نوع الباكات القليله اللي هي بتبدا الهجمه مش مستني بلاي ميكر هو اللي يعملها له. صح. دي بتريح بلاي ميكر نفسه ان في ماتشات يعني احنا مثلا ماتش الزمالك ممكن انا اتعب جسمانيا كتير ان انا كل هجمه بتبداها فان يبقى لعيبه ثانيه بتعرف تبدا هجمات دي بتريحك كتير في الماتش. صحيح. فسما من الناس دي فعلا بيلعب بدماغه وبيبدا الهجمات دي تفرق كتير جدا معاك. يعني هو تقريبا الربع ساعه اللي لعبناها انا ارتحت كتير يعني. صحيح. وخليني برضو اقول لك يا اسلام حاجه مهمه برضو من ضمن الحاجات الحمد لله اللي مريحانا شويه ويمكن اسامه يشاركنا في الكلام ده حراسه المرمى. يعني عمر ما الاهلي مر عليه عصر في حراسه المرمى ما شاء الله يا رب يحميهم الثلاثه مر بهذا المستوى في حراسه المرمى. بالظبط. انت بص يعني كل الجوان طبعا اللي جت قبل كده اكيد يعني طبعا كل احترام كبيرة طبعا. لكن ان انت يجي لك ثلاث حراس وكمان سنهم صغير و كلهم مميزين في منتخباتهم وعالميا دي بالنسبه لنا اول مره فعلا تحصل. صحيح. ففايدنا كتير وانت يعني الميزه ان ثلاث حراس مش هتلاقي في ماتش ان الثلاثه اكيد مش موجودين يعني حتى لو اثنين في الثالث حاجه صح. كبيره يعني ويمكن خدوا خبرات على سنهم الصغير يعني واخدين خبرات. بالظبط كده. عصام طيار لعب كتير دوليا طه منتخبات شباب وحارس ما شاء الله عليه وحمايد احسن جول في العالم طبعا في الناشئين فالموضوع بالنسبه لك حاضر ومستقبل يعني. طب اسامه اسالك سؤال بقى انت وانت بتلعب قصاد منتخب تونس قدام منتخب مصر يعني انت في منتخب تونس لعبت في الجابون ولعبت بقى هنا في مصر مين اللعيب اللي انت شايفه يعني كان في منتخب مصر يعني ما بحبش امسكه يعني مش عايز العب قصاده اللعيب ده مين؟ ما انا في الدفاع هو في الهجوم. يعني انت بتدافع وهو بيهاجم مين؟ في اسلام والاحمر دول انت بتبقى يعني احمد الاحمر طبعا واسلام. طب العكس بقى وانت بتهاجم ولاعيبه بتدافع مين اللي بتبقى مش عايز تروح من عنده؟ المصري اهو جالك يا عم في الفرقه. احنا بص احنا عرفنا ده رايك وقلنا نجيبك مع المصري يا باشا عشان ايه ما يبقاش يعني المصري كنت ما تحبش تخش عليه في الدايره. ممتاز. لا ما شاء الله عليه يعني وتد في الدايره يعني يا اسلام يعني انت متعب انت طلعت بقى. لا على فكره والموضوع بالعكس فعلا كمان مش عشان هو قاعد والله احنا بنبقى عاملين حسابه كتير في المنتخب ومصري بقى على فكره العالم كله بيعملوا له حساب كتير تلاقي كل التكتيك بتاع العالم يبعده عن المصري ان هو ما شاء الله عليه كان معاكم في معسكر المنتخب مدافع مش قوي بس مدافع قوي وذكي فدي وزكي. كانت يعني يمكن المصري كمان ما شاء الله في ميزه برضو انا ما بتابع على قد يعني ما شاء الله يا رب يحميه رجليه قويه ما شاء الله عليه يعني هو يعني مصري كمان من نوع القليل قوي في العالم اللي هو بدنيا كويس وبيفكر يعني صح دي قليله تلاقي حتى صح الناس البدنيه ما بتفكرش كتير لا خلاص التفكير بيقل هو كمان صح من النوع اللي هو بيفكر بشد الناس حواليه تحس ان الدفاع مقفول لا مصري ما شاء الله وكمان يا كابتن الدايره بالذات الناس فاكره الدايره زق بالايدين بس
لا عايزه رجلين جامده جدا طبعا طبعا. لان انت لان حمل اللعيبه انت بتدافع على الفرقه كلها. يعني المصري بامانه يعني لا انا النهارده الحمد لله اطمنت عليه وكان برضو عامل ماتش كويس قوي قوي. اول يوم بعد اصابه على فكره المصري النهارده ما شاء الله اول يوم بعد اصابه ما شاء الله. فرجع طب هو كان ايه اللي عنده يا كابتن؟ جاله سبرين انكل قوي في المنتخب قعد بقاله اسبوعين مريح النهارده اول يوم يعني أول ما شاء الله ومستوى ما شاء الله هو لا الحقيقه انا ما حسيتش انه كان مصاب يعني بالظبط كده الحمد لله. طب يعني برضو قول لي يا اسامه يعني انت برضو اللعيبه المحترفه بيبقى في التمرين بيلعب بنفس شراسة الجيم بنفس الشراسة بتاعت الماتش او الجيم الماتش. ليه؟ لان هو ده تمرينك انت لو لعبت لو لعبت بسوفت يعني في التمرين الماتش مش هتعرف تأدي كده صح. فرقة الاهلي كده ولا لا؟ اي انا عادي تحس ان انت التمرين بيبقى انا ما اتمرنش انت لسه ما اتمرنتش لسه النهارده انت جيت امبارح صحيح النهارده اول ماتش اول ماتش طيب يعني انت تتمنى ان تلاقي ده في الفرقه ولا انت عايز برضو تحافظ على نفسك ولا عايز التمرين تبقى قويه بنفس درجه الماتش؟ لا لازم باش تكون حاضر وفي المباريات لازمك تتمرن مع تتمرن 100% يعني ما فيش زر بعدك اش تنزل عليه في الماتش. بس خلي بالك في لعيبه يقول لك يعني معلش اسلام في لعيبه يعني في التمرين لا اتمرن جامد بس ما اتعورش يعني بالذات المحترفين. انا بساله عشان كده يعني انت لما تخاف من التعور حتى بالظبط يعني بتهيالي يعني اكيد ده الفكر الطبيعي يعني واكيد الفرقه لما هتبقى عاليه في التمرين اكيد ده هيبقى في الماتش اكيد يعني عادي. طب قول لي يا كابتن يعني انت برضو يعني الحمد لله خمس صفقات دخلنا فيهم في اسم او اتنين كنت ممكن تتمنى يبقى موجودين مين يا كابتن؟ وخلينا اسم واحد. لا بص يعني انا اتمنى بصراحه دلوقتي عمر سامي يعني اتمنى ان هو يبقى معانا جناح مميز وفي نفس الوقت صغير في السن وليه مستقبل كبير وهيفيدنا كتير ان شاء الله. طبعا اللي موجودين طبعا كاستيلو احنا بنقول ايه بنقول يعني في المستقبل لكن هو اضافه. انا كبلاي ميكر ما اقدرش ان انا العب لوحدي طول السنه لازم يبقى معايا بلاي ميكر قوي كمان فدي حاجه بتزيد من المنافسه وان انت مستواك يعلى لكن لو لوحدك مش هتحس ان مستواك يعلى. الله على كلامك والله بجد والله بجد بجد يعني نموذج لكابتن الفريق ربنا يخليك والله انا بشكرك يا كابتن اسلام نورتني وشرفتني وانا سعيد جدا ان انا بحضرتك ربنا يخليك وان شاء الله ما يبقاش اخر لقاء ان شاء الله ان شاء الله حبيبي يا كابتن هيثم اسامه الجزيري نورتنا ونورت مصر والنادي الاهلي. الله يخليك كابتن شكرا على الاستضافه وان شاء الله نتقابل مره اخرى. شكرين شكرا جزيلا. الله يخليك. اعزائي المشاهدين استمروا معنا ان شاء الله مكملين معاكم هيكون معنا طبعا الكابتن عمر ياسين ومحسن رمضان طبعا الصفقتين اللي انضموا لنادي الاهلي انتظروا معانا ان شاء الله لقاءات كتير مع الصفقات الجديده بالنادي الاهلي لكره اليد ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين معاكم طبعا في الحلقه الاستثنائيه اللي طالعين بيها من مقر النادي الاهلي بالجزيره ومكملين مع صفقات كره اليد للنادي الاهلي اللي انضمت حديثا. برحب طبعا بالكابتن محسن رمضان لاعب طبعا منتخب مصر واللي حصل على برونزيه العالم مع كابتن طارق محروس يمكن في اقل من سنه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. منورنا ومنور النادي الاهلي. منور حضرتك الله ربنا يخليك. برحب طبعا باحد الطيور المهاجره طبعا اللي رجع تاني لبيته للنادي الاهلي والحقيقه انا بحبه جدا وبحب لعبه على المستوى الشخصي كابتن عمر ياسين كابتن منور النادي الاهلي. كابتن هيثم ربنا يخليك ميرسي جدا. يمكن كان لنا ذكريات حلوه مع بعض وافريقيا 2016 وكان يعني ذكريات كانت جميله مع بعض. طبعا انا كنت شرف لي ان اكون معاك. اكيد طبعا شرف لينا يا كابتن ووجودك في النادي الاهلي النهارده الحمد لله شفتك في المباراه طمنا عليك ما شاء الله شكلك في الملعب حاجه جميله. ربنا يخليك. قول لي يعني بدايه المفاوضات معاك في النادي الاهلي امتى كلموك ترجع خاصه انت كنت بره مصر طبعا كنت مع نادي السد القطري وكان في مفاوضات انت ترجع كنت شايف ده ازاي او ابتدت ازاي؟ هو الاول انا كنت احترفت في فرقه كونستانتا في رومانيا. رومانيا بالظبط. الفرقه دي بتلعب بطوله اتش اف كاب وكانوا يعني هم بينافسوا على بطوله الدوري مع فرقه دينامو يعني يعتبر رومانيا عشان بس نعرف الناس رومانيا من اكبر الدول الاوروبيه في كره اليد عشان بس الناس فاكره تبقى عارفه رومانيا من احد اقوى الدوريات في اوروبا. هو كمان حتى الفرق اللي يعني الفرق اللي فيها الميزه في الدوري المنافسه فيه قويه جدا يعني صحيح. في 7-8 فرق بتنافس على الدوري فدوري صعب يعني. بس وبعد كده انتقلت في انتقالات يناير خدت خبره كويسه من هنا يا كابتن اكيد طبعا طبعا فرقت معايا كتير جدا المسيره الاحترافيه دي وبعد كده رحت للسد القطري في انتقالات يناير
بالظبط لعبت 4 مباريات بعد كده الموسم وقف بسبب الكورونا طبعا. النادي الاهلي بدا الكلام معاك ازاي يا كابتن؟ الكلام بدا مع كابتن طارق اول ما تولى المهمه، هو اللي كلمني بصراحه. كابتن طارق طبعا من زمان معايا، دي ذكريات من ايام ما كان في الاهلي، لعبت معاه بطوله افريقيا وابطال الدوري في شهر 10، بعد كده سافرت الاحتراف في اهلي جده تمام. بعديها جه لعبت معاه في الجيش موسمين ورا بعض، عملنا نتائج قويه مع نادي الجيش، وصلنا فاينل كاس سنتين ورا بعض وتالت دوري سنتين ورا بعض. يمكن كابتن طارق طلع من نادي الجيش راح على المنتخب، من يعني نادي الجيش بالظبط راح على المنتخب وبعد كده سافر اهلي جده، سافر اهلي جده بالظبط، بعد كده رجع على النادي الاهلي تاني. فهو كلمني اول ما تولى المهمه، وانا بصراحه ساعتها كان عندي مفاوضات ارجع رومانيا تاني، وكان في مفاوضات من ناديين في قطر، بس اول ما كابتن طارق كلمني بصراحه ما تاخرتش، يعني ما فكرتش على دول. ما فكرتش والله، حتى يعني المفاوضات ما كملتش، يعني مش عايز اقول لك مثلا 10 دقايق يعني ما كانش في مفاوضات اصلا. مش غريب عليك يا كابتن، يعني الحمد لله الموضوع خلص بسرعه جدا. صح يعني صح. وانت النهارده ما شاء الله شكلك كويس واضافه جامده جدا وان شاء الله انت واسامه تعملوا في المركز ده شغل كويس جدا ان شاء الله. ان شاء الله معانا كده بدا ياخد خبرات ما شاء الله منتخب وكده، عارف فيصل طبعا. باذن الله ان شاء الله نبقى حتى مع بعض نكمل بعض في المركز ده ان شاء الله. محسن يمكن انت ليك قصه كده طبعا، كنت مع كابتن طارق في كاس العالم خدته ثالث، كابتن طارق اختارك يعني وكان من احد الصفقات اللي حريص جدا يضمها، يعني اكيد ده حاجه كويسه، رايك ايه يا كابتن؟ يعني هو احنا انا بدات طبعا مع كابتن طارق محروس، طبعا بدات كان منتخب الشباب، كنا هو كان ماسكنا، كنا احنا خسرين كل حاجه طبعا افريقيا واخدين 16 كاس عالم ناشئين، هو جه مسكنا حول الفرقه مليون درجه طبعا، خدنا افريقيا شباب، بعد كده رحنا خدنا ثالث عالم، فكان ده طبعا انجاز ان انت تجيب الهاندبول ميداليا برونز. فهو يعني انا جيت هنا وانا مفاوضات معاه من النادي الاهلي بقالي سنتين، يعني بقالي سنتين فعلا. اصلا مفاوضات مع النادي الاهلي، بس خلي بالك انت ما شاء الله 22 سنه صغير. أيوة محسن يعني هو كانوا بادئين معاه مفاوضات مثلا من سنتين وانا عندي 20 سنه، بس كان هليوبلس كان ما كانش عايز يمشي حد، ان هو كان بيعمل فرقه قويه فمستنى بقى، كان فاضل لي خلاص سنه، فجوم السنه دي بقى انا كنت كاتب رغبه ان انا في النادي الاهلي، فعشان كده المفاوضات مشيت يعني. بقول لي برده يعني خليني اقول ان انت حرصك على انضمام النادي الاهلي ده برده يعني اكيد، يعني اكيد انت عايز تثبت حاجه او عايز تقول حاجه، حرصك ده كان ليه؟ يعني هو انا كان نفسي ان انا اجي النادي الاهلي عشان البطولات طبعا، دي اول حاجه طبعًا. عشان بطولات والجمهور بتاعه طبعا ما شاء الله، ان هو انت تبقى متحمس. انت اهلاوي يا كابتن؟ ايوه انا اهلاوي كده كده. خلاص كده خلص، انا حسيت على طول. لا هو كده اهلاوي. بقول لك بص يعني هو رغبتي وبتاع يعني بص حسيت هو مصمم اصلا. لا خلي بالك احنا جمهور الاهلي يعني اكيد هيشوف الكلام ده، وجمهور الاهلي طبعا يعني انت من الصفقات اللي كان متابعها وانت شفت على السوشيال ميديا كان الموضوع ازاي. ايوه وخليني اقول ان انت قلت لي قبل الهوا انا مش حاسس بغربه. ايوه دي حقيقه، مش حاسس ان كابتن طارق يعني هو مدربي واللعيبه كلها. ايوه كمان اللعيبه كنت كمان معاهم في المنتخب، انا كنت موجود معاهم في تونس البطوله اللي فاتت، فموجود مثلا معايا بقالهم سنه، فمش حاسس باي غربه انا يعني. انت كمان ما شاء الله الراجل طبعا الخواجه تم استدعائك للمنتخب الكبير وشاركت معاهم في المعسكر 45 في الغردقه. ايوه الحمد لله. اكيد طبعا راجع يعني واخد يعني تمرين جاي من دمارين. الحمد لله راجع زعلان شويه. ما تقلقش كابتن طارق، لا يظبط كل حاجه، يظبط كل حاجه هتبقى مظبوطه. بقول لك يا كابتن يمكن انت يعني انت عارف النادي الاهلي هنا ما شاء الله جمهوره واللعيبه والجهاز ومجلس اداره، احنا مركز اول على طول الحمد لله. ايه البطوله اللي نفسك تاخدها مع النادي الاهلي؟ يعني هما اكتر بطولتين نفسي اخدهم مع النادي الاهلي اللي هو بطوله الدوري والسوبر الافريقي اللي هنتاهل بقى كاس عالم انديه. بقول لك والله العظيم انا بص انا قايلهم جوايا. ايوه بس ده كده دخل قلبي قوي. ليه؟ لان البطولتين دول اكتر، دول اكتر بطولتين، اهم بطولتين يعني. بص يعني دخل لان يعني السوبر ده انت عندك انت عندك بطولتين افريقيا اللي هي كاس الكؤوس وعندك ده اللي هي بتاع دوري الابطال، فانت مش ممكن تكسب اي واحده فيهم بتلعبك على بطوله السوبر يعني. بالظبط يعني انا بص انا عايز اقول لك بص يعني هو انا مستنيه يقول دول هو طموحه ان هو يوصل على حاجه ان شاء الله. عاجبني الحماس اللي بتتكلم بيها محسن بجد، يعني يمكن انا في الملعب حسيته. لا الفرقه كلها والله مش حتى انا بس، الفرقه كلها متحمسه اللي هي السنه دي عايزه تعمل حاجه كويسه باذن الله. طب قول لي مين اقرب واحد ليك في الفرقه؟ لا كلهم والله قريبين. لا يعني مفيش حد كان معاك في المعسكر؟ احنا موجودين 10 في المنتخب، احنا 10 لعيبه ما شاء الله يعني موجودين في منتخب مصر ما شاء الله، فاحنا كلنا قريبين بعض، مفيش اللي هو مثلا كل اتنين مع بعض كده، لا كلنا قريبين بعض. كلكم فرقه واحده الحمد لله. طب قول لي انتوا يعني النهارده كابتن طارق برضه انا سالت اسلام السؤال ده قاعد معاكم، قال لكم الخطه لغايه افريقيا ايه؟ شايف الموضوع يعني متحمل ليكوا ولا الحمل هيبقى عالي؟
هو احنا هنلعب 5 ماتشات الاول في الدوري، يعني هنلعب الاول 5 ماتشات في الدوري ماشيين، يعني ان شاء الله نمشي بخطوه كويسه تمام. فيهم واحده واحده ناخد، بنلعب كل بنلعب ماتشين في الاسبوع على ما اعتقد. تمام بعد كده هنروح بعد 2 اكتوبر بعد كده هنخلص الدوري في 16/10 هنروح المنتخب تاني. هنروح المنتخب حوالي 14 يوم ونرجع بقى في اول 11 ننضم للفرق عشان بطوله افريقيا هتكون حوالي 13 او 16 11 بس. فدي بقى ان شاء الله تبقى بتهيالي كده بدايه لينا باذن الله. بتهيالي يا محسن، يعني يمكن كابتن عمر بتهيالي الدنيا لطيفه، يعني ما فيش ضغط، يعني محسن قال 4 مباريات دوري بعد كده منتخب، يعني بتهيالي الدنيا برضو مش مكربسه قوي يعني. لا هي الحمد لله مش مكربسه قوي، بس هي المشكله ان احنا اتمرنا فتره طويله قوي مع المنتخب في معسكر قعد 45 يوم صبح وبالليل. يعني في ال 45 يوم دول لو حسبت ايام الراحه اللي خدناها يوم كامل مش هيعدوا 5 ايام. كان في اجازه في النص ما كملتش، ما هو في النص بيبقى يومين مثلا، يومين اليوم الثالث بنتجمع. حتى بما فيه يوم السفر بيتحسب من الاجازه. خلي بالك انت كمان في الغردقه بترجع القاهره بتاخد بالظبط، وفي اسكندريه بياخد مشوار ابعد بالظبط، فحتى الراحه ما تعتبرش راحه، يومين بتبقى ثلاثه. هي دي المشكله الوحيده، لكن غير كده كتكدس مباريات لا الموضوع مريح يعني. خلي بالك يعني الناس كلها مستنيه من 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 منتخب حاجه، فبتهيالي انا احنا سجلنا لقطات من المنتخب وشفنا كان في حماس في التمرين بس المشكله اللي هتقابلكم الماتشات، ما عندكوش يعني مش يعني ما فيش فرقه تلعبوها قبل كاس العالم. هو في المفروض في المعسكر الجاي تقريبا في 6 مباريات وديه، 2 مع الارجنتين و2 مع البحرين، هم دول الفرقتين اللي كابتن المهندس شمح النصر قال عليهم في المؤتمر الصحفي، قال البحرين والارجنتين. هل في حد تاني غير دول؟ في يعني في اليونان تقريبا، اليونان ودول. طب دول مشاركين كاس العالم يا كابتن؟ اليونان مش مشاركه، الارجنتين مشاركه والبحرين مشاركه. اليونان فدي بتهيالي وبتهيالي يمكن الارجنتين مشابهه للفرقه اللي هتبقى معانا من امريكا بالظبط، عشان احنا الفرقه اللي معانا هتصعد من بطل امريكا الجنوبيه المفروض، فهيبقى لعبها مشابه للعب الارجنتين. صح تمام مظبوط. والبحرين يمكن بيبقى فيه اجانب كتير مثلا، هل في مجنسين في البحرين مثلا ولا لا؟ لا البحرين كل المنتخب بيلعب لعيبه بحرانيين، مفيش حد مجنس. انت محتاج تعمل كل محتاج يعني مباريات باشكال مختلفه عشان بستايل مختلف بمدارس مختلفة. يعني انتوا المعسكر اللي جاي ال 14 يوم اللي بعد 5 مباريات الدوري عندنا 6 مباريات في المنتخب. هو المعسكر تقريبا 20 يوم مش 14. 20 يوم؟ لان هو في فترة اخر تقريبا اسبوع هينضم فيها اللعيبة المحترفين. المحترفين اللي بره مصر. ده هو الاسبوع الدولي، فبيبقى فيه اجازة كده كده في الدوريات الاوروبية فهيرجعوا من بره. طب هو الست ماتشات دول او 20 هنقول 20 يوم. الست ماتشات دول هيبقى كل المعسكر هيلعبهم، يعني انتوا كام واحد دلوقتي في المعسكر؟ لا احنا دلوقتي تقريبا 21 صح؟ 21 لعيب. هو معسكر بوزيشن 21 لعيب. 21. طب واللعيبه الاجانب يعني اللعيبه المحترفين بره؟ هو ده اللي بنزيد عليهم بقى. كام بقى لعيب هم؟ هم دلوقتي 6 لعيبه. 5 صح؟ 5. هو في سند وممدوح هاشم ويحيى عمر ودودو ممكن تاني 5 قول 5 5 على 21 بقى 26 لاعب بالظبط. 26 لاعب هتلعبوا 6 ماتشات بتهيألي يعني كويس، يعني كل لاعب يعني اعتقد انه يعني في ناس مش هتلعب ماتشات وفاهم مستحيل الكل يلعب. هو في ماتشين بس هيكونوا بمحترفين، هم الباقي المشتغلين دول بالمحليين باللي هو اللعيبه اللي موجوده في مصر. يبقى كده المحترفين هياخدوا الماتشين حاجزين مكانهم في القايمه اعتقد كده. بالنسبه للقبل كده هيلعبوا ال4 ماتشات بس. بتهيألي الدنيا حلوه يعني 26 لاعب. لا الدنيا متوزعه كويس. كويس الحمل مش هيبقى عالي قوي. طب قول لي الراجل الخواجه في التمرين يعني ايه يعني في خواجه مدرسته الدفاع، في مدير فني مدرسته مثلا ضغط على بريشر على الفرقه الثانيه، المدرسه اللي بتلعبوا بيها ايه اللي انتوا شايفينه مختلف مع الخواجه؟ هو اللي احنا شايفينه مختلف بص هو بيتلخص في حاجات بسيطه قوي. اول حاجه موضوع التفاصيل، هو بيهتم بتفاصيل الحركه. يعني معظم المدربين مثلا بيقول لك على التكتيك بس ما بيقولش كل لعيب يروح فين بالظبط وايه الادوار بتاعته في كل حركه جوه التكتيك. هو راجل خواجه بيوجه كل لعيب انت هتعمل 1 2 3 هم دول التلات احتمالات اللي عندك عشان ما يديكش مساحه يعني ان انت تتلخبط في وسط الماتش او تغلط. هو بيقول لك انت عندك الاحتمال الاولاني كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، على حسب السيتويشن اللي بتحصل جوه الملعب من الدفاع اللي قدامك. تمام. وبيلعب على موضوع زيرو ريسك عشان كده هو يعني هو المدرسه الاسبانيه عامه ديت هي المتفوقه ليه. حتى منتخب اسبانيا ما فيهوش عناصر قويه كعناصر فرديه. تمام. يعني لو بصيت على منتخب اسبانيا هتلاقيهم كلهم معظمهم ما هماش اطوال وما هماش ناس بتشوط من بره وما هماش ناس بتعمل فنتات، لكن هم في الاخر ابطال اوروبا مرتين ورا بعض وعلى طول موجودين في مربع في كاس العالم. ما كان بيلعب هم بالظبط بيلعبوا جوه سيستم من غير ريسك. ففي الاخر انت يعني هما دايما بيقول لنا في الدفاع وفي الهجوم
يعني مثلا لو انت قدامك شوت من بره او تخش من على الستة اللي هو بيحاول يوصلنا قرب ان اللعيب يقرب للستة قرب من جول ما نشوتش من بره مثلا. طب في الدفاع طب في الدفاع هل مثلا فكره انت تضغط هل بتلعبه 5-1 في الدفاع؟ في الدفاع هو عنده طريقتين 6-0 و5-1 معتمدين برضو على الزيرو ريسك. يعني دايما هو بيقول لنا على حسب الفرقه اللي بتلعبه بالظبط. اول حاجه حسب اللعيبه اللي قدامنا. تاني حاجه مثلا انت عندك الاحتماليه انه اللعيب يجيب الكره من بره 9% ومن على 6 متر كام في الميه، فبرضو بنقفل اللي هي على 6 متر عشان دي بتبقى احتماليتها اعلى ان هي تيجي جون وبيسيب اللعب للفريق. اطلع من كلامك ده يمكن يا محسن لازم يكون قاري الفرقه كويس قوي اللي هتلعبوها عشان يقدر يوصل معاك للنقطه اللي بيقولها. هو في الحته ديت بيقرا الخصم كويس. لا بيقرا الخصم بيعمل سكاوتنج وعارف كل لعيب في الفرقه اللي قدامه هو بيعمل ايه. يعني هو عارف الفرقه يعني عشان يوصلك لزيرو ريسك اللي بيقول عليه عمر. لا بيبقى عارف الفرقه قدامه بالظبط، هو يعني عارف اللعيب ده حلوله ايه. في لعيب هيشوط بره التسعه، لعيب هيقرب. أيوة فلازم يبقى مريكو الفرقه كويس قوي. أيوة بيعمل كده معاكم. ايوه دي حقيقه. هو حتى اصلا في فاينل اوروبا هو كسب بطوله اوروبا انديه أندية. الفرقه اللي معاه هو في الفاينل فور هو يعتبر كعناصر اقل فرقه وهم ما كانش معاه اقوى 7 لعيبه بس هم عشان بيلعبوا بزيرو ريسك فهم في الاخر في اخر الماتش لما بتقعد تجمع في الاخر هم اللي بيكسبوا. صدق عجبتني هو ماشي يعني بالسيستم ده. لعلمك المبدا ده حتى ممكن يتطبق في كره القدم بالظبط. زيرو ريسك ده في اي حاجه انت بتخش ريسك تلعب على المضمون على المضمون في الاخر صح. انت اللي هتكسب. برافو عليك. لو هو زرع في لعيبته انا اول مره في حياتي شوف انا بقالي في الرياضه قد ايه ما بتجيش على بالك. ما بتجيش على بالي حته زيرو ريسك دي. في حاجات كتير هو حتى بيقول لنا جوه تفاصيل اللعب هي منطقيه جدا بس احنا ما بننفذها ما جاتش على بالنا قبل كده ازاي ما صحيح. يعني موضوع يعني بجد يعني حتى كره القدم لعلمك يا محسن كره القدم يعني كره اليد اقرب ما يكون لكره القدم. لا هو بص هو بيحسسك ان الدنيا سهله يعني الدنيا سهله يعني في مثلا ناس بتبقى مصعبه الدنيا على نفسها في الهاندبول وكده. لا هو غير كده بيحسسك ان الهاندبول سهل خالص، بتعمل اي حاجه تلاقي الكره داخله جون بسهوله، بتجيب الكره في الدفاع بسهوله. الموضوع سهل خالص. شوت بره بتلاقي الدنيا مفتوحه. الموضوع سهل خالص يعني انا بقول لك فعلا حته ان انت تلعب على المضمون وتقلل الريسك سواء في الدفاع والهجوم. يعني دايما الريسك اتقال على الهجوم انما اتقال على الدفاع ان انا زيرو ريسك في الدفاع. دي برضو عايزه فكره وعلى فكره بحتاج كلام معاكوا كتير. بيتكلم معاكوا كتير. لا كتير جدا كلام وفيديوهات على طول. صح جدا. لا لازم اصل ده عشان يغير منتاليتي اللعيب بالظبط. انت بقالك يعني 20 سنه متعود على حركه معينه عايزه كلام بتعملها هو بقى جاي فاهم في فتره قليله يغير كل الحركات اللي متعود عليها في ال 20 سنه اللي فاتت. وخلي بالك الموضوع مش سهل خالص وخاصه انت ما سمعتوش قبل كده بالظبط. يعني انت لو سمعت ده قبل كده كانت الدنيا تبقى قريبه وما جاش على بالك حتى. يعني هو مع انه منطقي جدا بس هو ما جاش على بال حد. اكتر منه في الملعب اكتر منه يقعد يتكلم معاك بالظبط. الموضوع محتاج كلام اكتر وفيديوهات ونتفرج كتير. صحيح. طب قول لي طب انت لما رجعت من المنتخب وانضميتوا للفرقه هنا يا عمر حسيت ان اللعيبه هنا اللعيبه كانت ميته بصراحه هنا يعني كانت برضو بتبذل مجهود حسيت ان في فرق مثلا ولا حسيت ان الدنيا بدنيا بالذات قريبه من بعض؟ لا بدنيا بصراحه اللعيبه هنا كانت واقفه على رجليها صحيح. زينا زيهم يعني ممكن كان يمكن كمان هم بدنيا كانوا احسن كمان مننا لان هم كابتن طارق كانوا واخدين فتره اعداد قويه جدا الهارموني محتاجين شويه وقت عشان يعني برضو في ناس الجديده لسه داخله معانا. نعمان ما لعبش معانا قبل كده خالص. الجزيري لسه جاي النهارده اول الجزيري اول حاجه هو لسه يعني انت لعبت مع اغلب الفرقه معظم اللعيبه لعبت معاها سواء في النادي او في الجيش او في المنتخب ونفس الحكايه برضو محسن بالظبط. هي الفكره نعمان هو لسه جديد شويه نعمان يعتبر اجدد واحد هو واسامه الجزيري. اسامه بس اسامه يمكن برضو لعب شق شويه في تونس وبتاع. اسامه لعب ضدنا بس كان هو يلعب بنفس بقى يعني يلعب في الدوري المصري مختلف شويه عن الدوري التونسي برضو. طيب محسن اجي لك على برونزيه كاس العالم التايم اوت الشهير بتاع كابتن طارق محروس لما قال كلنا على قلب رجل واحد يا جماعه خمس دقايق مش عارف كان دقيقه باين او 20 ثانيه حاجه زي كده ونطلع منصه. ماتش النرويج ماتش النرويج ده انت كنت في الملعب؟ انا كنت لا كنت ساعتها انا كنت الماتش اللي قبليه ما انا احكي لك القصه بتاعت احنا كنا عندنا عقده اللي احنا خسرنا من اليابان في دور 16 كاس عالم ناشئين تمام. فاحنا كنا على دور 16 ده كانت الدنيا يعني معانا ما كانتش كويسه خالص ونازلين بالرغم ان احنا كسبنا فرنسا ونازلين خايفين طالعين اول مجموعه وبنلعب رابع مجموعه الناحيه الثانيه في صربيا قويه جدا ما كنتش متوقعين انها تبقى قويه كده. فالماتش كان صعب جدا وخلص في اخر 3 ثواني جبنا جون في اخر 3 ثواني والماتش ده انا كنت العبه كله. نزلنا الماتش ثاني يوم اللي هو الماتش بقى بتاع النرويج بتلعبه ثاني يوم. فرقه النرويج فرقه يعني في كاس عالم الناشئين كانت فرقه طالعه من دور المجموعات مره واحده تحولت وحوش. مليون درجه مليون درجه تحولت اصلا ما تعرفش فرقه بقت عامله زي كده فنازلين الماتش يعني ماشيين معاهم اول جون بجون مره واحده هم فرقوا علينا فرق 5 انا فاكر. بعد كده طلعت بقى الماتش بقى الشوط الثاني نزل كان معايا حازم فنزلنا بقى الشوط الثاني حطيت جام كون في الشوط الثاني يا كابتن الشوط الثاني لحد دقيقه 15 احنا كنا خاصين فرق 5
يا خبر ابيض. لحد الدقيقه 15 كنا خلاص فرق 5، مره واحده قلبنا الماتش في 10 دقائق بقى فرق 2 لينا. جبت كام جون انت فاكر؟ انا الماتش ده جاب فيه 4 جوان ما شاء الله في الشوط الاولاني، لعبت الشوط الاولاني في الشوط الثاني يعني في شوط واحد. فمره واحده قلبنا الماتش بقى فرق 2 لينا وفرق 3، ما كناش مصدقين بقى. ومره واحده فاضل دقيقه ونص وراحت فرقه النرويج جابت جونين ورا بعض. راح كابتن طارق خد تايم اوت. احنا طيب اوت الشهير اللي احنا زيناه كذا كله بقى، احنا كلنا بقى خايفين بقى فاضل دقيقه والكره معانا، لو الكره اتقطعت الرد هنا بجون احنا مش قادرين اصلا اللي هنخش نلعب اكسترا تايم يعني، ما حدش فينا قادر. فكلنا وهدوا، واحنا فاضل دقيقه ونقف على منصه التتويج اللي هناخد ميداليه، يبقى عندك ماتشين اللي انت عمال تاخد ميداليه. هو بقى كان عمال يتكلم معانا في كده، والحمد لله رحنا جبنا جون خلصنا اصلا الماتش. انا بقول لك ان فرحه كبيره جدا جدا، يمكن حتى فرنسا احنا كسبناها في بس ما كناش موفقين بقى. وكابتن طارق قال حتى ان في فرنسا كانوا جايين بجهاز فني يمكن 20 واحد، ده كتير جدا كتير جدا يعني. ده جابوا لنا لعيبه كمان من بره، يعني جابوا لنا لعيبه من بره القائمه من فرنسا عشان اللي هم يحاولوا يكسبونا. عندهم اللي هو احسن لعيب في مصاب باين صح، كان اللي هو براندي دوت احسن لعيب في في الشباب اصلا. كان في حد في فرنسا اسمه براندي بيلعب في باريس دلوقتي، بيلعب في باريس سان جيرمان دلوقتي. جابوه مصاب وجابوه يلعب وهو مصاب عشان يكسبونا. خبر ابيض. واحنا كنا ماشيين معاهم، احنا كنا خاصين فرق 6 وجبنا لحد التعادل، بس ما كان الدنيا ما كانتش موفقه معانا فخسرنا فرق 1. لا انتوا اسعدتونا كلنا، اسعدتوا الملايين بامانه. وجي بعد كده كابتن مجدي ابو المجد ورجالته برضو اسعدونا تاني. السنه دي كانت سنه حلوه، خلي بالك مسؤوليه كبيره قوي عليكم، ما تخافوكوش والله. يعني احنا في ظهركم ايا كان، احنا حاسين بالمسؤوليه كده كده. احنا نفسنا كمان هنعمل حاجه بس بدون شد يعني. يعني العبوا بمستواكم كل حاجه. بس يمكن عمر انا هسالك برضو، انت لعبت في اوروبا ولعبت في دوري جامد الروماني، و ايه الفرق ما بيننا وبين الدوري بتاعهم؟ ازاي يعني؟ انت خلي بالك برضو اكيد هم احسن منا سنه، يعني ايه الفرق؟ بص هقول لك على حاجه باختصار. يعني كمثلا يعني ممكن نادي الاهلي او نادي الزمالك لو راح الدوري الروماني ممكن يكسب الدوري، او يعني هيلعب في التوب فور اكيد. لكن هي الفرق ما بين الدوري هنا والدوري هناك انه زي ما بقول حضرتك المنافسه، لانه طبعا هناك في امكانيات ماديه اعلى في الانديه الثانيه. يعني هنا الامكانيات الماديه موجوده في الاهلي والزمالك في الهاندبول يعني. في اوروبا معظم الانديه بيبقى ليها سبونسر وشركات رعايه وحاجات زي كده، فمثلا بتلاقي 7-8 فرق بيقدروا يجيبوا لعيبه في نفس المستوى. ففي 7-8 فرق فعلا بينافسوا. انت لو نزلت الماتش مثلا بتاع فرقه من السبع فرق دول مستهتر او مثلا مش بتلعب مركز او ممكن تخسر عادي يعني. ممكن مفيش فرق دينامو مثلا او كونستانتا تخسروا من رقم 7 يعني. قصدك تقول ان الدنيا قريبه بالظبط، مفيش ماتش سهل بالظبط. ده الفرق الاساسي يعني ما بين الدوري المصري والدوري ان الفرق المستوى متقارب بس الفرق كلها كويسه بالظبط كده. يعني ممكن يكون احنا مستوانا فنيا اعلى او يعني ممكن نروح كنادي اهلي او نادي زمالك يكسبوا هناك الدوري، لكن هي الفكره انه هنا اهلي وزمالك بس في الهاندبول للاسف يعني. لكن هناك الموضوع في 7-8 اهلي زمالك جوه الدوري. صحيح. محسن يمكن انت حققت اول حلم ليك الحمد لله من انضمامك للنادي الاهلي، واحنا فرحانين بده اكيد. اكيد عندك طموحات تانية، هل زي عمر مثلا ليك طموحات ان انت تسافر بره تحترف بره، ولا ده مش وارد عندك دلوقتي؟ بص هو انا ماضي في النادي الاهلي 4 سنين. تمام. يعني انا طموحاتي اللي انا 4 سنين دول معلش ان شاء الله اكوش على كل حاجه ما شاء الله. بعد كده طموحاتي اللي انا صار. كلام جميل وكلام يعني انا هو الموضوع هياخد وقت بس انت عارف طموحاتي اللي هو انا اقول لك على حاجه والله بجد. انا يعني معاكوا وانا بتكلم دلوقتي في اللقاءات دي انا حاسس ان الفكر اتغير. يعني بجد يعني اللعيبه بقت اكتر وعي من قبل كده. صح الكلام ده ولا غلطان؟ هو كمان صح في حته ان هو ده سنه ما شاء الله لسه صغير ما شاء الله. لما يقعد 4 سنين مع النادي الاهلي حقق معاه بطولات، لو سافر بره عنده 26 سنه هيبقى في حته ثانيه. خلي بالك انا عمر انت برضو تقدر تاكد الكلام ده، لو جالك حاجه كويسه النادي الاهلي عمره ما بيقف في طريق حد خالص والله. يعني هتلاقي حتى يعني اكيد هيتمسك بيك، بس لو جالك عرض يليق بيك ويليق باسم النادي الاهلي اكيد مش هتاخر. بس انا عجبني ردك ان انت انا 4 سنين اخد اكتر بطولات مع النادي. اكيد افكر في الموضوع ده. صحيح. يعني احنا يمكن كان في كنت في مدر السعودي قعدت 3 شهور طلب في السعوديه اصلا. انت لعبت في السعوديه كمان؟ كنت كنت قبل ما اجي النادي الاهلي على طول هنا، كنت 4 شهور عربه في السعوديه. نادي نادي مدر. نادي مدر لسه واخد الكاس. نادي مدر جامد بينادي اول ثلاثه. لعبت 4 شهور يعني عشت التجربه. بس قعدت لعبت معاهم بالظبط 6 ماتشات وكان جه وقت الكورونا بقى فمشيت. خلي بالك جو الاحتراف مش هيختلف كتير يعني. انت عايش لوحدك من الماتشات بتاع الدوري ممكن يكون اقوى. أيوة في اي حته بس هو الاحتراف يعني. انت اوريدي جربت التجربه. أيوة. وان انت تقول ان انا مع 4 سنين مع النادي الاهلي وبفكر في البطولات بس يعني برضو انا
عيد جولتك اللي بعديها. طب يا فندم بس ركز في الخطوه دي لحد ما تقف على رجلك هنا بعد كده خش على بعد بالظبط. بس انا عاجبني الفكر والله. وانا هقول لك على حاجه عمر، انا اتفرجت على الماتش بالصدفه يعني، احنا قاعدين مستنيين التسجيل وبنظبط امورنا، دخلت اتفرجت على الماتش. الدنيا يعني انا ما شاء الله يعني لعيبه محترفه، انا حاسس ان 15 20 لعيب في الملعب محترفين. ايوه اكيد انت حاسس بده برضه. هو الميزه السنه دي بصراحه كمان دي مدرسه كابتن طارق عامه في التدريب، هو ما عندوش حاجه اسمها اساسي احتياطي. يعني انا لعبت معاه بقول لك فتره في الاهلي وسنتين في الجيش، ما تعرفش مين هيبدا الماتش. صحيح. على حسب مستواك في يعني، حتى بيبص على التمرين التسخين كل حاجه كله زي بعضه. و يعني انت مثلا مش عشان لعبت مثلا الماتش اللي فات حلو لا انت كده خلاص بقى انت هتقعد بقى هاي. لا مفيش حاجه اسمها كده، لازم تفضل طول الوقت جاهز واقف ومستعد تنزل بالظبط. لانه مش شرط انت تلعب مثلا الماتش ده كويس تبدا الماتش اللي بعديه عادي، هو بيبقى عايز يخلي الناس كلها في نفس المستوى الفني، ودي حاجه كويسه. ليه؟ لان انت فرقه بتنافس على بطوله داخلين في الموسم اربع خمس بطولات. صحيح. افرض حد اتصاب، حد ما هواش موفق، بتحصل طبعا دي الفرقه البطل لازم تفكر كده بالظبط. فهو ده تفكير عامه كابتن صاروخ ومدرسته في التدريب، ان هو بيجهز 18 لعيب زي بعض. صحيح. مفيش حاجه اسمها عمر يعني كده. كلامك بجد يعني انا مش عايز اقول لك انا سعيد قد ايه بكلامك. ربنا يخليك. ومش بس انت ومحسن وكل اللعيبه اللي قعدت معاهم، لان انا حاسس ان الفكر المختلف، ونفسي اقعد اتكلم معاكم اكتر من كده. بس الحقيقه احنا ملتزمين بوقت، وبشكرك يا عمر شكرا جزيلا جدا ليك. عمر ياسين طبعا نجم النادي الاهلي ونجم مصر في كره اليد، واللي احنا سعدنا جدا بانضمامه كاحد الصفقات المهمه للنادي الاهلي. بشكرك على وجودك معايا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، ميرسي جدا إن شاء الله. ومبسوط ان طلعت معاك النهارده ان شاء الله. يعني بطولات كتير معاك باذن الله. نطلع معاك بعد ما نكسب بطوله ان شاء الله باذن الله. محسن رمضان احد الصفقات الناجحه، وطبعا برونزيه عالم، والحقيقه ادتني انا نفسي شخصيا بوزيتيف انرجي كبيره جدا. بشكرك على وجودك في قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضرتك جدا على المقابله السعيده دي. ان شاء الله نتقابل ومعانا كازو ودرع وكاسيو وكاس وكاس وكده ان شاء الله باذن الله. نورتيني وشرفتيني يا كابتن. اعزائي المشاهدين مكملين معاكم سهرتنا النهارده من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهنطلع طبعا عشان نستقبل ضيوفنا ان شاء الله صفقتين مهمين النادي الاهلي، احمد هشام سيسا ومحمود النعمان. هنستقبلهم ونرجع نكمل حوارنا معاهم. شكرا جزيلا. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين معاكم وصفقات كره اليد. طبعا كانت صفقات كبيره ومهمه للفريق. برحب طبعا بالكابتن محمود نعمان احد نجوم الفريق واللي انضم حديثا في الصفقات الاخيره. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن عايز. منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. الله يخليك شكرا. ومنرحب طبعا باحمد هشام لاحد الصفقات اللي انضمت حديثا ايضا للنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. يمكن انت مش غريب على النادي الاهلي، احنا بنشوف صفقات جديده بقى. يعني انت لعبت النادي الاهلي وحصلت بقى على بطولات، بس دي عودا يعني نقول عودا حميدا. الحمد لله ربنا يخليك يا كابتن. يعني قول لي بيبقى اللاعب يعني لما بيسيب، يعني يمكن عمر كان قاعد دلوقتي حالا معايا، لما لعيب بيسيب النادي الاهلي ويرجع له تاني بيبقى حتى لما بيسيبه بقى عنده شعور عايز يرجع تاني. دي حقيقة. طبعا أنا سبت النادي الأهلي سيزون 2017-2018، بعد كده رحت نادي الجيش سنتين، بعد كده رجعت النادي الأهلي تاني. بيبقى شعور كبير وبحس بفخر إن أنا راجع بيتي تاني مرة تانية. يعني يمكن برضو وجود كابتن طارق محروس، أنت اتمرنت معاه في طلائع الجيش، مش حاسس بغربة؟ مدير فني وكمان أكيد كل اللعيبة زمايلك، يعني بتهيألي أنت مش حاسس بغربة. يعني يمكن لو لاعب محترف جاي جديد، لاعب اول مره يلعب في نادي الاهلي، انت بالنسبه لك بتهيالي ده مش موجود. طبيعي. يعني لان كابتن طارق طبعا اتدربت معاه سنه في الجيش، وبعد كده السنه الثانيه جه مدرب جديد في الجيش. طبعا النادي الاهلي مش غريب عليا، واللعيبه نفسهم مش غريب عليا، انا لعبت معاهم سيزون كامل 2017-2018. خدت ابطال كؤوس بتهيالي يا كابتن. خدت ابطال كؤوس وخدت الدوري العام. صحيح. يعني فكان بالنسبه لي مش مفيش رهبه، مفيش شعور، مفيش قلق، لان اللعيبه دي لعبت معاهم كتير. واللعيبه الصفقات الجديده زي نعمان وزي عمر ياسين وزي اسامه، كلنا يعني تقريبا لعبنا مع بعض، ما عدا طبعا كابتن اسامه لان ما حصلش فيه احتكاك. طبعا بس يعني يمكن نعمان انت يعني خدت مشوارك بصعوبه شويه، يمكن انت أكيد. مكافح أكيد. يعني انا بقول دايما عليك ان انت مكافح وخدت السلم من تحت ولسه عندك طموحات ما شاء الله، سنك صغير. يعني خليني اقول ان يعني انت بدات في بورسعيد، بعد كده اتنقلت لسموحه، وبعد كده جيت صعب الجياد
اصحاب القياده. انا اسف يعني، انا يعني يمكن انا بتكلم على الانديه برضو اللي حققت معاها يعني. أيوة سموحه حققت معاها بطوله الشرق يعني، قصدي اقول لك حققت بطولات. يمكن مشوارك كان صعب، شعورك ايه بقى لما في نهايه المشوار ده انضميت للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا شعور يعني كويس جدا ان انا انضم لنادي زي النادي الاهلي، نادي القمه. طبعا طموحات مختلفه، جهاز فني على اعلى مستوى، جمهور، كل حاجه هنا احترافيه وكل حاجه هنا مختلفه عن الانديه الثانيه اكيد طبعا. طب نعمان قول لي، انت ابتديت فتره الاعداد كامله مع الفريق مظبوط ولا يعني جيت دخلت متاخر شويه؟ بس دخلت في نصها كده. طيب وهل الاعداد كان كافي؟ انت شايف ان دلوقتي احسن يعني ولا محتاج لسه وقت اطول مع الاعداد؟ يمكن لعيبه المنتخب رجعوا، شايف الاعداد ازاي؟ جاهز يعني؟ انا شفتك النهارده ما شاء الله يعني اللهم لا حسد يعني، ما شاء الله واقف على رجلك في الملعب، شكلك كويس قوي. شايف الاعداد كافي يا كابتن؟ والله هو الاعداد كافي، وكنا اتمرنا كويس جدا مع كابتن طارق، لعبنا ماتشات كم ماتشات محترم، وكنا وقدمنا فيه مستوى طبعا بنعلى واحده وبس. لعيبه المنتخب يعني انضموا لينا متاخر، فمشكله بس في مرحله الانسجام يعني بالزبط. الانسجام اللعيبه الجديده مع اللعيبه القديمه مع اللعيبه اللي موجوده، اول ما يحصل حاله الانسجام دي ان شاء الله الفريق هيعمل اداء كبير يعني ان شاء الله ان شاء الله. طب نعمان، حاسس ان احنا يعني الاهلي يعني جاهزين معنويا وفنيا لاستعاده البطولات، خاصه احنا بنسجل النهارده في بدايه الموسم لسه ما لعبناش بطولات، انت حاسس ان احنا جاهزين لده؟ والله اكيد طبعا يعني، مجلس الاداره ما بخلش بحاجه خالص، بدايه من الجهاز الفني محترم جدا طبعا، كابتن طارق مدرب محترم جدا، والصفقات عملوا صفقات كويسه طبعا، من ضمنهم محترف وكل الصفقات اللي جت، وغير اللعيبه اصلا اللي موجودين في النادي الاهلي لعيبه على اعلى مستوى طبعا. اكيد طبعا يعني ان شاء الله اول ما يعني والروح عامله ايه يعني؟ لا الروح كويسه جدا، لعيبه محترمه جدا طبعاً. فنيا واخلاق وكل حاجه، لعيبه تسهل تخش في وسطهم طالما هم عايزين ده، طالما انت هتفيدهم فاكيد هم هيسمحوا لك ان انت تخش وسطهم بسهوله يعني. اكيد يعني، واحنا فرحانين بيك وبوجودك والله، واكيد ان شاء الله هيبقى لك دور كبير. انا حاسس ان شاء الله من يعني إن شاء الله. من الطاقه اللي عندك الايجابيه اللي شفتها حتى في النهارده في الملعب. اكيد طبعا اكيد اكيد ان شاء الله. أكيد. احمد يمكن اجيلك، انت خدت بطولات مع الاهلي اوريدي، خدت دوري، خدت ابطال كؤوس، يعني زي ما بيقولوا شفت المكسب مع النادي الاهلي. شايف ان احنا مقارنه ب 2017 موسم كان حلو بالنسبه لنا، 2017 خدنا فيه بطولات وكان شكل شايفنا ان شاء الله على تحقيق انجاز كبير من احنا مثلا ناخد بطولتين ثلاثه، شايف ده النهارده يعني ان شاء الله؟ طبعا هو الصفقات اللي النادي حققها صفقات كويسه مع الموجودين، ده يدي مبشر حلو ان احنا ان شاء الله نروح لابعد نقطه موجوده. لا عندنا تركيز في الاول بطوله الدوري، والحمد لله الماتشات جايه بسيطه، جايه في الاول اعداد كويس تعتبر تمهيدي لغايه بطوله افريقيا. دي فتره اعداد تعتبر مناسبه وفتره معايشه لكل اللعيبه، حتى الناس الجديده يبقى في فتره معايشه يتاقلموا مع بعض عشان بطوله افريقيا ان شاء الله، هو ده هدفنا باذن الله اكيد يعني. طب احمد انا يعني حتى متوسط اعمار الفريق قل كتير يعني، النادي الاهلي لو حسبنا متوسط اعماره هنلاقي انخفض بشكل ملحوظ يمكن السنتين ثلاثة، حتى الصفقات اللي جاية أغلبها صفقات شباب صغيرين. يمكن ده يعني حلو مع لعيبة خبرة موجودة زي إسلام، زي أسامة الجزيري، زي لعيبة كتير خبرة. شايف إن احنا يعني الاندماج ده أو التشكيلة اللي معمولة يعني مفيدة، شايفها بشكل مختلف، شايفها تبقى ليها إضافة في الدوري بحيث يبقى عندك شباب وخبرة؟ أكيد طبعا، هو كابتن طارق كان كل هدفه في الأول إن هو يجمع بين الخبرة وبين الشباب، يبقى فيه طبعا زي كابتن إسلام، كابتن المصري، كابتن أسامة، كابتن ممدوح، كابتن عمر ياسين، دول خبرات كبيرة ولعبوا على مستوى عالي ومستوى دولي مع الشباب اللي طالعين. طبعا ده يعتبر هم عواميد الفرقة. صحيح، هم احنا الشباب كعواميد واللعيبه الكبيره هم السقف مثلا، اكيد فده بيكمل بعض. بنكمل بعض في اي بطوله. هم اللعيبه الكبيره طبعا مرت بحاجات زي كده وشاف الفوز كتير، واللعيبه الصغيره نفسها تشوف الفوز ده، فده انا شايف ان هو كيمستري حلو قوي بين الجيل ده والجيل ده يعني بيتهيألي الجيل الموجود ما شاء الله يعني الحته دي حلوه فيه يعني. طبعا يعني بيتهيألي جيل محظوظ، في ناشئين، في شباب، في خبره، فبيتهيألي ده اكيد هنعكس بالإجابة على الفرقه اكيد بدون ما نحس. طب خليني اسالك برضو، يمكن انت عندنا بطوله افريقيا في مصر ان شاء الله المفروض قالوا انها تتلعب،
حتى الان المؤشرات اللي جايه ايجابيه انها تتلعب ان شاء الله. ان شاء الله. شايف مين ممكن يبقى منافس لينا؟ يعني انا عارف ان سقية الزيت من تونس طبعا حامل لقب الكاس ممكن يجي، الترجي حامل لقب الدوري ممكن يجي، طبعا اهلي زمالك اكيد في مصر هيشاركوا. شايف المنافسين تانيين مين ممكن يكون بقوه على بطوله افريقيا؟ هو طبعا الفرق دي اللي حضرتك قلتها دي اقوى فرق يعتبر، وطبعا انا ما اعرفش الفرق اللي داخله مين تاني، بس الفرق اللي احنا ان شاء الله في الاول هتبقى تتقسم مجموعتين، الاهلي طبعا في مجموعه والزمالك في مجموعه، ده هتبقى حاجه كويسه ان احنا ما تبقى مجموعتنا على حسب لسه ما اعرفش ايه مجموعتنا، لو مجموعتنا ان شاء الله تبقى بسيطه نقدر ان احنا ناخدها تدريجيا. في ناس بتقول لك لما مجموعه تبقى قويه بيبقى احسن، بلاقي السيمي فاينال اسهل والفاينال بيكون اسهل. هو يعني في مدرسه كده وفي مدرسه كده. هو في طبعا مدرسه كده ومدرسه كده، بس زي مثلا بطوله العالم اللي هتتلعب في مصر، في مثلا اللعيبه الفرق الكبيره بتحب تاخدها تدريجيا، اللي هو قبل ما زي المكنه تسخن بالظبط، هو بيحب ياخدها تدريجيا، بس احنا الحمد لله هنكون مستعدين عشان احنا هيكون عندنا 5 ماتشات قبل بطوله افريقيا. أوه. منهم ماتش كويس وتقيل زي فرقه سبورتينج، ده قبل التوقف. ده كويس. ده قبل التوقف على طول، فده طبعا فتره اعداد مناسبه جدا مع بدايه الماتشات اللي في افريقيا، ده يخلينا ان شاء الله نبقى عيننا على البطوله باذن الله. صحيح. يمكن ارجع لك نعمان، انت اكيد قبل ما تنضم النادي الاهلي الاول قبل ما نخش في البطولات وكده، انت المفاوضات بدات ازاي نعمان؟ هي كانت غريبة شوية. قولي. لا احكي لي. يعني لا كابتن طارق، انا لما كنت في السعودية في العدالة كان كابتن طارق برضو كان ماسك اهلي جدة وتقابلنا هناك. ده قريب. ايه؟ ده قريب ده السنة اللي فاتت على طول. السنة اللي فاتت على طول كتقابلنا هناك وكده، ولما جيت كان حصل اتصال وكان يعني كانت خلاص المفاوضات قريبة، بعد كده الدنيا المفاوضات وقفت شوية. انت كنت حر ولا كنت مضطر؟ لا ما كنتش حر، كنت لسه كان لسه لي عقد سنه في نادي سموحه. فبعد كده لما المفاوضات وقفت شويه كنت خلاص يعني يومين ثلاثه كنت قريب خلاص من اللعب في الدوري الاماراتي، كنت خلاص مسافر الامارات. كنت رايح على نادي ايه؟ على نادي مليحه. فيوم وليله كابتن طارق يعني كابتن محمد يحيى كلمني قال لي تيجي التمرين بكره. كابتن محمد يحيى طبعا مدرب العام. فبنكلم يعني النادي وكده، بكلم باشمهندس فرج قال لهم انا خلاص سبته لنادي الاهلي يعني. ودي يعني يمكن كانت البدايه غريبه شويه، بس انت يعني بس اكيد رغبتك حسبت يعني برضو. اكيد لما جت بقى المفاوضات رجعت تاني او كده اكيد انا حسمت موقفي ان انا العب في النادي الاهلي اكيد طبعا. طب قول لي البطوله اللي انت نفسك تاخدها ايه؟ يعني بص الدوري خلاص كاس ايه البطولات اللي انت حاسس ان نفسي لا انا جيت الاهلي عايز اخد البطوله دي؟ والله اكيد يعني السوبر الافريقي يعني ده من اهم البطولات اللي الاهلي بيشتغل عليها بشكل كويس وبيحاول يكسبها، وطبعا اكيد اللعب في كاس عالم انديه ده ليه يعني شرف كبير يعني ان شاء الله تلعبها وان شاء الله نفتكر الحوار ده ونفتكره معاك يا رب. طب قول لي انت اكيد يعني قبل ما تيجي برضو انت كنت متابع النادي الاهلي وعارف اللعيبه، مين اللعيبه اللي انت كنت جاي نفسك تلعب جنبهم او حاسس انت لو لعبت جنبه يعني وانا لعيب كنت اقول والله لو رايح النادي الاهلي مثلا يعني جيت النادي الاهلي لا انا كنت عايز العب جنبه فلان، عايز العب جنب طارق الغنام مثلا. فبيبقى في لعيب انت بتبقى منمر عليه نفسي العب جنبه حاسس ان هادي، مين هنا؟ والله يعني مش هكدب قلت الفرقه كلها طبعا، الفرقه كلها نجوم وكل حاجه اكيد طبعا، منهم يعني كابتن اسلام طبعا رقم واحد ده كابتن الفرقه و طبعا طبعا يعني اكيد الواحد يلعب جنبه بيستفاد منه كتير او على طول بينقل خبراته لينا كلنا. في برضو عندنا حراس على اعلى مستوى، حراس طبعا محترمين جدا الواحد يعني بيبقى مبسوط لما بيبقى وراء حارس زي ده وهو بيلعب، طبعا كابتن ممدوح طه وكل الناس اللي يعني كل اللعيبه الخبرات اللي موجوده اللي الواحد يتعلم منها ويلعب جنبها يبقى شرف طبعا. صحيح صحيح. يمكن احمد اجيلك، كابتن طارق محروس في الصفقات بامانه يعني احنا لاحظنا انه جايب لعيبه، انا اتكلمت معاكم كلكم بصراحه بس هو يعني تعاقد مع لعيبه ليهم مواصفات شخصيه معينه، يعني انا شايف ان الحقيقه اتكلمت معاكم كلكم واتكلمت مع كابتن اسلام كابتن الفريق، يمكن انا شايف انه عايز لعيبه رجاله بصراحه، يعني عمان بيهز راسه ويقول يعني هو انا قعدت معاكم انا حاسس 5 رجاله جايين فعلا طاقه ايجابيه عايزين يلعبوا عايزين ياكلوا الملعب، رؤيتي صح يا احمد؟ دي حقيقه. هو قبل ما اجي النادي الاهلي هو اتكلم معايا قال لي دلوقتي انت جاي نادي كبير اكبر نادي في افريقيا ومن اكبر النوادي اللي في العالم. صحيح. دلوقتي انت مش لازم ما يكونش ليك سقف،
ما ينفعش ان انت يبقى سقفك ان انت بس يا دوبك تحط رجلك في النادي وخلاص، لا، انت سقفك تبقى رقم واحد في مكانك، سقفك تبقى رقم واحد في مصر، سقفك ان بوابه النادي هي اللي تفتح لك الاحتراف. لو حطيت تارجت ان انت تبقى كده انت هتبقى كده، لو ما حطيتش تارجت خلاص انت كانك مسافه ما دخلت مسافه ما هتخرج. بس خليني اقول لك بيقول لك الكلام ده عشان هو عارف ان عندك انت الكلام صح، دي يعني حقيقة. يعني هو كابتن طارق طبعا مربيني، وهو من نادي الجيش اول ما مشيت من النادي الاهلي هو قال لي انا عايزك معايا في نادي الجيش وانت هتبقى اضافه، كان مؤمن بيك وكان مؤمن بموهبتي وكده، وربنا كرمنا في نادي الجيش ساعتها خدنا ثالث دوري وثاني كاس، كان موسم كويس الحقيقه. خلي بالك المواسم اللي عملها معاك وكابتن طارق دي لاهلته يمسك منتخب مصر. دي حقيقه. هو كان ماشي بسيستم جديد كان لسه ما دخلش مصر، اللي هو كان السنطره السريعه واللعيبه الصغيرين جدا اللي كلهم في الملعب، فطبعا لما اي فرقه كانت تيجي تلعب نادي الجيش يقولوا ايه الفرقه الصغيره اللي نازله تلعب دي، صحيح، فكله كان بيستغرب، فهي دي كانت الفكره اللي هو كان بيحب يعملها، صحيح. ويمكن هو كان برضو وجوده مع المنتخب خلاه يقرا برضو مستقبل كره اليد رايح فين، دي حقيقه، يعني خلاه يشوف الدنيا جايه فين رايحه فين مين الدنيا ماشيه ازاي، فخلاه في حته الصفقات يبقى يعني عايز نوعيه معينه. بتهيألي يعني انا ما قلت الكلمه دي انت حتى ضحكت يا نعمان، هو عايز لعيبه رجاله، وهو شافك في الغربه، خلي بالك اللعيب بيبان برجوله في الغربه، انت كنت في السعوديه هو في السعوديه وشافك أيوة بتأدي صح. ازاي ممكن لعيب يروح الغربه يبقى مستهتر مثلا، انا اسف يعني، بس هو شاف منك ان انت راجل وبتلعب برجوله وبتاع، فهتلاقي ده كان احد الاسباب انه تعاقد معك. اكيد كابتن طارق، يعني مش اول تفاوض يحصل بيني وبينه، لما كان راح الجيش في الاول كان في تفاوضات، يعني مفاوضات متقدمه جدا ان انا كنت العب معاه، بس ما كنتش اعرف ان هو اللي رايح يمسك نادي الجيش. طبعا كانت تفرق كتير لو انا عارف. طبعا الواحد لما يجي يتمرن مع يعني مدرب يبص على اللعيبه اللي بيتمرنوا على ايده، صحيح، فلاقيهم اغلبهم بيعلى او ان هم مستواهم بيزيد بطريقه ملحوظه، فاكيد لاي لعيب بيتمنى ان هو يتمرن مع مدرب زي ده، يعني اكيد. خلي بالك ان عمان برضو حته مهمه انت قلتها برضو، انت من اللعيبه اللي خد المشوار من الاول، اكيد طبعا، يعني انت بدات من فرقه صغيره لفرقه، طبعا احترامنا لكل الفرق أكيد. انا بتكلم على المنافسه، يعني فرق بعيده شويه عن المنافسه، لفرقه اقرب، لفرقه اقرب لسموحه، طلائع الجيش، رحت السعوديه، جيت النادي الاهلي، بتهيالي انت طموحاتك عماله تكبر شويه، اكيد، فطموحاتك يعني اكيد منتخب، اكيد ده وضع طبيعي جدا ان شاء الله. شايف ده بيقرب مع النادي الاهلي ولا لسه بعيد؟ اكيد بيقرب مع النادي الاهلي، هو حاليا انا مش موجود في القائمه، بس انا يعني مركز دلوقتي مع النادي ومع الماتشات وبطوله افريقيا، بطوله افريقيا والماتشات الدوري الجديد اللي هيبدا ده، هو ده اللي هيقرب الواحد شويه من طموحاته يعني اكيد. بس خليك فاكر ان شاء الله انا هنفكر بعض، هتخش المنتخب ان شاء الله، ربنا يخليك يا كابتن، لانه انت يعني انا بقول لك اول ما اتكلمت معاك انا بحب نوعيه اللعيبه المكافحه، واللعيب اللي هو ما يقولكش انا ظروفي صعبه او ان انا بعيد او ان انا بلعب مثلا فرقه ما بتنافسش فافضل في الفرقه دي. لا، واضح ان انت حاربت، انت راجل ضحيت بالدوري الاماراتي وطبعا ما ادراك ما الدوري الاماراتي طبعا. فانت ضحيت بده عشان تقعد في النادي الاهلي، فالشخصيه دي لازم تبقى حاجه تانية يعني. ان شاء الله. احمد، طب اجي لك برضو، يعني خلينا نتكلم على مستوى الفرق المنافسه. احنا في مصر يمكن الزمالك هو الفريق المنافس الوحيد، يمكن على مستوى افريقيا يبقى في 3-4 فرق تانية. انت اكيد متابع الدنيا ومتابع الانتقالات ومتابع هنا ومتابع هنا، يمكن نادي الزمالك ما ضمش صفقات كتير يمكن السنه دي، هم كانوا السنه اللي فاتت حالتهم كويسه، فريق كويس. شايف النهارده المنافسه ما بيننا وبين بعض في الدوري المصري شكلها ايه؟ لا، هو والله انا شايف المستوى متقارب جدا، مش فارق يعني اي خالص، هو اللي يفرق بس الروح والملعب، صحيح، على حسب الماتش طبعا الاخطاء بتبقى اقل، خاصه ان كانت الماتشات بتبقى كلوز قوي يعني، جونين يعني الدنيا قريبه كانت بتبقى، هو اللي يختلف بس في كل سنه مثلا هو الاخطاء اقل هو اللي بيكسب، صحيح. اما كصفقات وكعناصر الاهلي طبعا مليان عناصر ومليان صفقات، مش يلعب في الدوري المصري، لا ده يلعب في افريقيا وهو مرتاح. انا بقول لك ما شاء الله النهارده بتفرج على الماتش، يعني اللهم صل على النبي، يعني انا خايف احسدكم، يعني حاجه تفرح بصراحه، دي حقيقه، يعني انا بقول النهارده الفريق اللي معايا كله بقول لهم ما شاء الله، انا اول مره اقعد كده ابقى سعيد بفريق اليد، بس طبعا ان شاء الله يعني اتمنى لكم التوفيق طبعا باذن الله. وخلينا نقول انه الموضوع مش هيبقى سهل طبيعي، يعني اكيد، بس انا شايف ان انتوا خدتوا اعداد كويس، يعني مع كابتن طارق اللعيبه المنتخب خدت اعداد كويس، الخمس ماتشات يمكن اول ماتش المعادي معاكم صح؟ المعادي بعد كده ماتشات ايه يا كابتن؟ ماتشات ايه؟ معادي بعد كده شمس،
بعد كده عندنا بورسعيد، بعد كده عندنا اصحاب الجهاد، بعد كده سبورتنج. سبورتنج اخر ماتش ده اللي هو قبل التوقف بتاع بطوله افريقيا، وانا شايف ان الموضوع كويس لان احنا واخدينها كسلم. يمكن نعمان يعني اول ما انضميت للنادي الاهلي اكيد اي لاعب في رهبه، فرقه جديده، ناس ممكن اول مره تلعب معاهم، يمكن الجهاز الفني مش غريب عليك، اكيد كان في رهبه. اول ماتش لعبته ايه يا كابتن؟ اكيد طبعا كان ماتش الظهور تاني يوم على طول. اول ما جيت مفيش هزار يا كابتن، مفيش هزار مع كابتن طارق، ما انزل على طول العب. نزلنا والحمد لله كان كويس. الحمد لله. اكيد طبعا الواحد بياخد وقت بس على التاقلم، اول ما يتاقلم على الفرقه خلاص الدنيا بتبقى تمشي بشكل طبيعي يعني. بشكل طبيعي. طب انت حسيت الحمل كان عالي طبعا، لان هو كابتن طارق قال انا معالي الحمل البدني جدا. يمكن حسام العناني، دكتور حسام العناني معاكم، في هل في ديالوج بينك وبينه؟ هل لو حسيت بشكوى بتروح له؟ هل بتقول له لا النهارده تعبان شويه، ولا الكلام ده ما عندكوش؟ الكلام ده في اليد انا عارف بيبقى صح يعني. اكيد في كابتن طارق بيحس طبعا يعني، والجهاز الفني بيحس طبعا اللعيب مثلا لو في حاجه او كده لا لازم يريحوه، يبقى في جلسات، في طبعا فريق طبي كامل، في دكتور وفي علاج طبيعي وفي كل حاجه، بينسقوا مع بعض، بيشوفوا لو اللعيب ده يعني يستحق راحه او في حاجه اكيد بيوقفوا تمرين يعني. طب قول لي احترافك للسعوديه جه ازاي؟ والله عن طريق يعني كان في نادي كان اللعيب بتاعه اتصاب وكده، وكان في مين الجهاز الفني؟ كان مصري ولا لا؟ كان جزائري. كان جزائري وكان معايا محترف تونسي تاني هناك. طب يعني هم شافوك فين؟ يعني كان في لاعب هناك كان اسمه محمد غريب، كان لعب في النادي ده وكده، وطلبوا منه لاعب فرشحك. فرشحني ليه، واكيد شافوا فيديوهات وطبعا وكل حاجه. بعد ما شافوا كده الكلام ده رحت هناك، والحمد لله كانت فتره طيبه يعني لغايه اما الدوريات كلها وقفت يعني. اكيد استفدت بالتجربه دي اكيد. اكيد طبعا أكيد. كان مدرب هناك محترم وكانت يعني تجربه اكيد انا مبسوط بيها يعني. صحيح، ان شاء الله هتفيدك مع النادي الاهلي اكيد. طبعا إن شاء الله. اكيد ان شاء الله. يمكن احمد اجي لك برده في حته، يمكن منتخب مصر، انت بعين اللعيب شايف منتخب مصر قادر ان هو يعمل حاجه في كاس العالم اللي جاي، خاصه الحمد لله القرعه خدمتنا شويه. منتخب مصر كعناصر ما شاء الله يعني، ما شاء الله من احسن عناصر موجوده في مصر، اذا كان شباب ناشئين لعيبه كبيره، المنتخب فيه كيمستري جامده بين اللي هو اللعيبه الصغيره مع اللعيبه الكبيره، وان شاء الله يقدر يعمل حاجه في كاس العالم ده. تتوقع ان شاء الله ان احنا ممكن على الاقل نوصل سيمي فاينال؟ ويعني انا اتمنى والله، بس هو ان شاء الله يعني ان شاء الله نروح لابعد نقطه موجوده يعني. حسب البطوله ما تبتدي يعني انت قصدك تقول ان لما البطوله تبتدي هنشوف الدنيا فيها ان شاء الله يعني. هو المجموعه بتاعتنا كويسه مش وحشه بالنسبه طبعا للمجموعات الثانيه، وان شاء الله لما نطلع ونتاهل ونكسب يبقى لينا فرصه كبيره ان شاء الله في الدور الثمانيه. طب انت شايف يعني برضو بحكم متابعتك واكيد انت على درايه موضوع اوروبا ان ما عندهاش دلوقتي في كورونا، ما فيش سفر، ما بيعملوش ماتشات كتير وديه، شايف ده يعني صالحنا ولا شايف برضو ما هو موضوع برضو يعني يعني ما هو علينا وعليهم؟ ايوه ده حقيقة. بس اكيد ده يعني شايف ده ازاي؟ بس هو كأي منتخب في أوروبا لا بيعرفوا يلموا نفسهم قبل البطولة طبعا، احنا لسه قدام البطولة لسه في كام شهر، فهو بيعرفوا كويس قوي ان هم يلموا نفسهم، ليهم سيستم بيمشوا عليه كنظام بروجرام كامل من بداية اليوم من اول ما يصحى لحد ما ينام. فاللعيبة دي لعيبة محترفة عارفة، فجاهزين على طول. طبعا يعني مش اللي هو موضوع الكورونا ده على الكل، على كل ما احنا يعني احنا لو هم اتأذوا اكيد احنا برضو هنتأذي. صحيح. يعني برضو ممكن يكون مش هناخد الجرعه بتاعتنا بتاعت الماتشات الوديه كلها. صحيح. فده ممكن يأثر علينا هم. صحيح. برضو نفس الحكايه مش هيقدروا يلعبوا فرق كتير، فده ممكن يأثر. صحيح. عليهم. صحيح. بس طبعا اول ما تبدا البطوله كل ده بيتغير. صحيح. كل ده يمكن الناحيه المعنويه بتفرق كمان طبعا. دي حقيقه، وبالذات اما البطوله هنا في مصر انا متوقع مع الجماهير احنا نروح في حته ثانيه. برضو موضوع الجماهير ده ما اتحسمش برضو عشان موضوع كورونا برضو، هل هتحضر بس جماهير؟ برضو احساس وانا بلعب في مصر وسط بلدي وسط. صحيح. الناس. صحيح. ده احساس كبير. صحيح. جدا حتى لو الجماهير مثلا قليله، لا احساس ان انا بلعب في مصر وبلعب باسم مصر وشايل المسؤوليه دي. لا زي برضو هنرجع لبطوله افريقيا 2016 مصر اخذتها من تونس هنا في مصر. في مصر فيعني الارض بتعمل معجزه الحقيقه يعني. بالظبط. احمد والله انا سعيد جدا يعني بلقائك ونورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي، واتمنى لك كل التوفيق مع النادي الاهلي. شكرا جزيلا. ربنا يخلي حضرتك. يمكن محمود نعمان بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني واتمنى لك من قلبي فعلا كل التوفيق. انا متشكر جدا يا كابتن هيثم وشكرا على كلام حضرتك. اعزائي المشاهدين طبعا زي ما حضراتكم شفتوا والتقينا مع صفقاتنا في كره اليد، الحقيقه منتهى الحماس،
منتهى الرغبه في تحقيق البطولات، اضافه قويه نتمنى ان شاء الله يحصدوا البطولات مع الفريق اللي موجود دلوقتي. والحقيقه احنا كنا حريصين نطلع من هنا من مقر النادي الاهلي عشان ننقل لكم، حتى ما حاولناش نجد اللاعبين، حاولنا نكون معاهم هنا بعد المباراه بتاعه حدائق الاهرام، المباراه الوديه اللي لعبوها النهارده. اتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده مع الابطال وقصص جديده وابطال جداد من داخل النادي الاهلي. شكرا جزيلا.